دي ولا ايه؟ اه ولا بص بقى، اصلا روبر اندو اسمها ايه، ترناوري؟ اه هي ترناوري. لا دي بص، هو بس النقطة انا جايب لك انت ايه اللي انت شايفه، في رجل اكبر من رجل، ماشي، ايوه اه لان هنحط ده لها اصغر. ديفرنشال دياجنوزس، في خمس سبع حاجات بيعملوا كده. نقول اول حاجه اول حاجة النيوروفايبروماتوزس. النيورو فايبروماتوزس، ايه هو اسمه الهيمانجيوما، جاينت هيمانجيوما، واللي هو الكيبل في الترينيوري، كليبل فايل ترينيوري، وال تمام، ايه كمان، لازم تبقى حافظهم. والحاجات اللي بتعمل هيما اتروفي، لا والحاجات زي اللي هي اللي فوق بص انا الاكروميجالي. لا مش الاكروميجا اللي بيعمل في الاثنين، اكروميجا اه اللي عارف الليمفاتيك زي الاليفانتيزس، الناس عندهم اليفانتيز، بتشوف الستات اللي بيشحتوا في الشارع في مصر تبقى ماده رجلها قد كده ورجل تانية طبيعيه، دول بيبقى عندهم اليفانتيزس او ايه ليمفاتيك دلوقتي؟ او ليمفاتيك مالفورميشن. مالفورميشن، ماشي. ايوه في ايوه حاجه اسمها باركس ويبر سندروم، هوريك انا الحالات دي كلها. وفي حاله اسمها اللي بيبقى فيها لايبوما دي اسمها ايه، استنى احكي لك اسمها، ماكرو ديستروفيا لبوماتوزس، كونجينيتال لايبوماتس هي دي اوفردوز. ماكرو ديستروفيا لبوماتوزا. ايوه هي دي نيورو فايبروماتوس تايب 1، في رجل اكبر رجل، وفي حتت فيها مالتيبل سيجنال، واخده اللور ابدومين، واخده الساي كلها، الساي يعني طب والليج الماكرو والفوت. ديستروفيا دي تاخد، الماكرو ديستروفيا حضرتك سامعني، الماكرو ديستروفيا دي سامع؟ تاخد ليمب كامل ولا كل اللي انا شفته كانت بتاخد عباره عن مثلا صباع كل دول بياخدوا لمب فينجر؟ كامل، هوريهم لك بس هي كومنر يا دكتور، بتاخد تو واحد لا انا ما بتيجي اعرفش، عليه دي لما بيقولها بتيجي احمد تاخد لمب. شفتهاش، انا اللي حاططهم دول بياخدوا لمب كامل، يا ابر لمب يا لور لمب كامل. طب انت حضرتك انت اسمها ايه بتاع الليبوما دي، اسمها ايه؟ ما هقول لان لك انا ما اسمها سمعتش. كونجنيتال لايبوما تسوفاجروس، هوريك حالات منها، هوريك حالات، تمام ماشي. تمام فانت لو تمام جالك لمب اكبر من لمب، اكس راي او سي تي او ام ار اي، تقول له الديفرنشال دايجنوز، هو هيحطها لك. وبروتيا سندروم برضو بيعمل لمب عندنا اعتقد، ليه بروتيا سندروم؟ بروتياس؟ لا، انا هم دول اللي انا شفتهم في النت، ايه يا باشا، البروتيس بيعمل بيعمل لمب عن لمب، انا هم بص يعمل اللي شفتهم اهو. بص بروتياس نيرو فيبروتوز وماكرو ديستروفي ما هي هبص ليرن دايجنوستيك كريتيريا فور اوفر جروث سندروم، وكليبر ترينونيا. كريبر ترينيوري سندروم، باركس ويبر سندروم، وكونجينيتال لايبوماتوز اوفر جروث، وفاسكولار مالفورميشن زي الليمفاتيك وزي الفينس وزي كله تشمل كل الفاسكولار. في حاجه اسمها ايبيديرمال نيفاي سكيليتال، في حاجه اسمها سباينال انومالي سندروم، واخر حاجه نيوروفيبروماتوز تايب 1. هم دول اللي يعني هو انا شفتهم. اخر حاجه خالص نقولها النيوروفيبروماتوز. لا مش اخر حاجه، هو يعني انا مرتبتهم انا كده، انت كله نيوروفيبروماتوز ده الكومن، يعني باركس ويبرد عمرك ما تشوفها، هوريك انا ممكن اشوف الصور تاني معلش؟ هشوف الصور تاني ليه؟ ما هو هوريك كل حاله منها حاله، كل حاله جايه منها حاله، دي نيورو فيبروماتوز تايب 1. فانا بس بوريك يا احمد، اول محاضره كنا قال لي هو الاوفر دكتور جروس عبد الله، طب ليه يعني مش ممكن مش هيمنجيوماز يعني؟ ممكن ما معاه من العين معروف ان نيورو فيبروماتوز تايب 1، واخد بالك، هي النيورو فيبروماتوز بيكبر رجله كلها من اولها لاخرها، واخد بالك، لكن اقصد يعني ايه بص الديفرنشيشن بين الهيمنجيوما باقي الحاجات؟ ليه مش ليمفاتيك؟ هقول لك مع التفرقه بينهم صعبه جدا على فكره، الليمفاتيك من النيوروفيبروتوز من المنجوم. بص هي النيوروفيبروما اللي ياخد حته من البطن وحته من الرجل، تمام، لكن الليمفاتيك بتاخد الرجل بس، والهيمنجوم بتاخد الرجل بس، ماشي. انت مطلوب منك تحط فيشر جروس يا دكتور محمد، مش مطلوب، مش لازم توصل قول له دم كذا وكذا 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 وكذا، ماشي، قول له عين نون كذا في كذا. لو لقيت حاجه مثلا معاها بليكس فور نيوروفيبروما، قول له دي غالبا دي نيوروفيبروتوز. لو لقيت الابدوم متاخده تحت، قول له والله دي غالبا تمشي مع نيوروفيبروتوز، ماشي. فهي دي النقطه بس ما انا قلت الديفرنشال. والله، ما انا قلت دي نيورو فيبروماتوزيس يا باشا، وسقطت عادي. عادي يا احمد، تحصل في احسن عائلات يا احمد، هنعمل ايه بس؟ كل يا باشا بيسقط في الدكتور، مفيش حد دكتور يعني اللي بينجح فيها بيبقى حاجه يعني حاجه شخصيه. ماشي. الحاله اللي بعدها، عايزين واحد يوصف، ابتدي يا محمد توصف، نوصف في الاخر نوصل ل ابتدي اوصف انا ولا ابتدي ادخل حد يوصف يوصف ولا اعمل اللي ايه؟ يريحك. از يو رايت. طيب ماشي يا باشا، ابدا. بسم الله. ابدا بسم الله، اكس راي وبعد كده اوصف لنا المرة. طيب الاكس راي انا شايف، انا حاسس اني حاسس عشان عندي الصوره فيها مشكله كده. بص اكس ري، بص هيب اند فيمرز او ساي،
كان عندي عندنا اكس راي في بوس هيب اند اند فيمرز في سكيتال اي ماتيور بيشنت شوينج انا شايف في سكليروز شويه في الديستال تيبيال في الديستال فيمورال بيفيسز على الرايت على الليفت سايد دوت. ايوه ده نورمال ده يا محمد مفيش حاجه نورمال. هو ده اللي هو اللي اللي عمل لفت نظرك؟ لا مش ده طبعا. بص لما اجيب لك حاله زي كده ولو حاطط لك الصور مع بعض بص في كل الصور وبعد كده ابتدي اوصف حاجه حاجه بس يبقى عينك خدت كل كل المقاس كل الصور ماشي. طيب اه في سوفت تيشو سيكنج في سوفت تيشو سيكنج على الرايت سايد في الصف في ال في الرايت سايد كلها في سوفت تيشو سيكنج عن عن الناحيه الثانيه. طب قبل السوفت لا في حاجه المفروض تطلعها لي قبل السوفت. لا في حاجه قبل السوفت في سوفت تيشوز على السوفت يعني الرجل اكثر من يمين اكثر من شمال في حاجه قبل السوفت مفيش حاجه لفت نظرك. في 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 مر طويله وفي في ايوه في فيمر كبيره وفي فيمر. بنتكلم عن اللين بايبرتروفي اساسا يا محمد ما بتكلمش عن حاجه وانا جايب لك حاله انت هتعرفني اتكلم عليه. لازم في لمب اكبر من لمب يعني الرايت فيمر اكبر من الليف فيمر ده عامل اسيمتري في البلفيس. الملفيس مايل تلاقي يمشي 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 يحود على جنب تلاقيه ماشي ايوه في تلت. اديشنالي في السوفت تيشو السوفت تيشو الرايت فيمر اكبر من الليفت فيمر ماشي. يبقى في في لينس لينسرينج اوف ذا او او بتاع انكريز لينسرينج اوف ذا رايت فيمر كومبيرت تو ذا ليفت اسوشيتد ويز ايه تلت في بلفيك تلت نتيجه لل وفي سوفت تيشو اديشنالي الجيرس بتاع او الـ او الـ او الـ او السوفت تيشو بتاع ده اكبر على الناحيه اليمين اكبر من الناحيه الشمال وستيل البريزيرفد انتر ماسكول في البلين والكورتكس بتاعت البون كويس. ندخل على الام ار اي ده تي 1 وده ستير او جريدينت اي حاجه. هو احنا عندنا مالتيبل ساجيتال ام ار اي في سوري مالتيبل كورونا الام ار اي من تي 1 اعتقد من اللي في النص ده يمكن يكون تي 2 او شكله برضه تي 1 وده برضه ستير او حاجه كده يعني او تي 1 ستير او جريدينت ماشي مش مشكله. ايه اللي انت شايف شايفين ان في ابنورمال سيربنتاين هايبو دينس لينير ليجنز موجودين على البايلاترال سوفت سبوتين السوفت تيشو فات لينس عن اول 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 اوف السيركفر. يبقى في مالتيبل الريجولار تورشوس تشانل موجوده او سيربنتاين ليجن موجودين على الايه سكن والسبكوتينيوس تيشو في الرايت سايد اوف ذا فيمر تمام. لكن ليفت فيمر كويس على السكن اهو المصل وبتاع تمام. وايه الثاني؟ وطبعا برضو موضوع باينين طبعا من في التي 1 يعني لو سيجنال وهاي سيجنال في تي 2 مظبوط. وبعد كده ما فيش ابنورمال بون مارو سيجنال كود بي ديتكتد وما فيش اكستنشن للديب ماسلز ما فيش اكستنشن للمصل لير يعني ولا للبون فدول سوبرفيشال سيربنتاين فيزلز فممكن دول يمشوا اكتر مع مع الكولاترالز بتاعه الفينز بتاعه الكليبل ترينوري. طيب ماشي برضو المصل اكبر سنه يعني مش ملاحظه قوي لكن المصل اكبر سنه ماشي. يبقى دول ممكن يكونوا دايليتد فين فاسكولار دايليتد فاسكولار. ايه ديفرنشال دياجنوزيس اكتر حاجه تبقى هنا بقى كليبل كليبل ترينوري ده اكتر حاجه على اساس ايه على اساس موضوع ان هو في ابسنت دايليتد ايوه في ابسنت سوبرفيشال سيستم ابسنت دي سوبرفيشال سيستم مظبوط. هو فعلا كليبل ترينوري هو ده كرينال تيوري مش كليبل ترينوري ماشي. بس انت قال لك ايه ديفرنشال تاني قول له كذا وكذا وكذا نحط بقى نفس الديفرنشال اللي احنا كنا نفس الديفرنشال اللي احنا قلنا نيوروفيبروماتوزس والليمفانجيومز والليمفانجيوم هو يعني دي برضه دكتور عبد الله يعني افرض ان دي ليمفانجيوم انا مش هعرف الا اذا كان ولا ليمفانجيوم عشان بتخش في كذا سوفت تيشو بلين ما هتدخل في كذا سوفت هتبقى اكسكيوت بس ممكن تمشي هيمانجيوما وممكن تمشي برضه ان اف 1 ما تمشيش بتهيألي ان اف 1 ما تمشيش والله تمشي. بص حط الديفرنشال كله هو يختار
قولوا بس ريجاردنج الفيسل والسوبرفيشال مش عارف ايه دي يعني بما ان الافكشن موجود في السبكوتينيوس تيشو بس ايوه اقول لك والنيوروفايبروماتوز بيبقى فيها ابنورمال لينسنج برضه تلاقي لمب اكتر من لمب مشهوره النيوروفايبروماتوز في الحته دي برضه لا ما اقصدش انا اقصد يا دكتور عبد الله لو في مالتيبل نيوروفايبروماز مش هتبقى اكستندنج جوه المسلز هتبقى اكستندنج جوه المسل ايوه دي ما فيش افكشن دي جوه دي ليميتد للسكن وسبكوتينيوس للسكن بس ايوه مظبوط مظبوط بس انت برضه في امتحان لازم تقول له بالظبط يعني كده كده لازم نقول ديفرنشال كده كده لازم تقول ديفرنشال وبعد كده اقول له انا بحبس كذا عشان كذا واخد بالك ماشي طيب نبدا بقى يا باشا وناخد حد عايز يسال بعد كده نسال بالترتيب هو يا شباب احنا هنشتغل بنفس الطريقه كده برضو كله ناخد بالترتيب وبعد ما الحلقه تخلص اكس ري اوف ذا بيلفيس بوز هاند اهو انكريز لينسنج اوف ذا رايت فيمر كومبيرد تو ذا ليفت كوزنج بيلفيك تيلت البون ريفيل نورمال دنسيتي There is increased girth of the soft tissue of the right side as compared to the left. بعد كده MRI برضو نفس الكلام شايف multiple diffuse irregular tortuous channel in the subcutaneous plane involving the entire thigh appearing hypointensive to bright tissue with flow void suggests venous collateral versus hypertrophy of the muscle is both parallel. التشخيص clinical ترانيور ماشي طيب اللي بعدها دي حالة ودي حالة ونفس التشخيص بس دي معمول لها يعني مزود فاتسات ودي من غير فاتسات ده لور ليمب وده ابر ليمب ماشي بس هو الابر مصوره ناحيه واحده بس تمام مين اللي عليه ضاع الجابر حاجه عامل لي اميت نفسي كنت بطلي قول يا دكتور ضاع ابتدي بال الله يخليك هي دعاء في اتنين دعاء احنا عندنا مش هنا معلي صوتك عشان نميزك من دعاء بتاعت منصور هي برضو في multiple subcutaneous tortuous high T2 signal lesion بصي دعا انت بتوصفي دي ولا دي بوصف اول صورة اللي هي lower limb lower limb ماشي اكتبي في اول حاجة بصي يا دكتورة دعا اول حاجة تقولي في discrepancy between both lower limb right one is more رايت وان اكبر من الليفت مظبوط اكتر من الليفت وفي مالتيبل هي تبقى نفس الكيز هي مالتيبل سيربيجينس توش ليجن لا مش هنمشي كل حاجه زي الاول ما مش تمشيش على نفس النغمه هو اصله للاسف هنا الليجن عامل لك فات سبريشن ليه الليجن كله عامل لك فات هنا مش عامل فات سبريشن واخد بالك ففي ليجن هنا كنت تشوفيه حضرتك لو ما عملش فات سبريشن بس هو بيوريكي نفس العيان عليه ايد ورجل فعمل له فات سبريشن في واحد منهم عشان ياكد انه الليجن ده كذا يبقى في الليجن ده في ليجن موجود كبير واخد السكن والسبكوتينيوس تيشو في كل الليمب واخد بالك ومكبر الليمب ماشي لما نيجي نوصف الثاني توصفي لنا الدراع بقى في ايه الدراع هو مش جايب لك دراع الشمال بس وصفي الدراع اليمين في soft tissue thickening مش وفي هو ده مش سبت مش fat separation لا مش fat separation اللي على اليمين ده اللي fat separation ده اللي في بتاع الفيمر بصي طب ايه اللي انت شايفاه في الايد في الايد في thickening في soft tissue بس مينلي كله سكن وسبكوتينيوس كله فات مينلي يعني بس حضرتك كل فات سكن وسبكوتينيوس تيشو كله فات السكن وسبكوتينيوس وبتاع ده ما اعرفش داخل انت ماسكر ولا لا بس عشان ما عندناش اكزيل فيو عشان نقول هو ده نفس الكلام برضه في ديفيوز كل السكننج ده فات بس عامل له فات سبريشن اكيد لك انه فات وهو دي الحاله دي هي دي الايه بتاعه الديفيوز اسمها ايه دي لايبوماتوزس ايوه ديفيوز لايبوماتوزس دي ديفيوز لايبوماتوزس واخده الابر واللور ليمب لايبوماتوس هايبرتروفي في البوست لور ليمب الليف ابر واللور اكستريميتي عيان واحد ماشي مين اللي في السبكوتينيوس تيشو برده ده ايه الفات سيجنال هو اللي بيبينها لنا ماشي طيب الحاله دي ادي الصوره بتاعتها وده دكتور دعاء وده السي تي بي المراعي جست وصف بس هو في برضه ده انجيو ما هو انجيو ده سي تي وده MRI وده الصوره العاديه ودي صوره سي تي يا دكتوره ده الميب عاملها لك سوفت تيشو ماشي
ده الليمفوجرافي مش انجيو. علي صوتك شويه. انا مش سامع صوتك. لا ما بقول احمد بيقول ليمفوجرافي. احمد بيقول ليمفوجرافي. لا اسيبك من احمد بيغلطك. هو ده انجيوجرافي شوينج مالتيبل بيجنس كونكشن بين بصي الاول في اسيمتري. بس في اسيمتري في الليم ماشي. اسيمتري الليفت اللي هو الليم اكبر من الرايت ماشي. هنا لما بصينا هنلاقي الفاسكولاريتي في الام ار ايه ده بتاع ده كبيره عنها كبيره ابرومنت عنها غيرناها بالليفت. وهنا نفس الكلام لو بصينا في الليم هنلاقي برضو ده اكبر من ده لانه عامل لك سيدير كونستراكشن. برضو في الانجيوغرافي هنلاقي في الفاسكولاريتي عاليه جدا فيها في مالتيبل هايبرتروفي ومالتيبل ديسبلاستيك برانشز طالعه من السوبرفيشال فيمورال ارتري. في حاجات زي انوريزما لا داخله الفين اسمها يسميها ال يعني الارتري هو داخل الفين هتلاقي في حته دايليتك ده زي اسمه الانوريزما. ماشي يبقى ده عامله اسمه الكولاترال مع الفين. ماشي يا عامله سكول مع الفين. ماشي ده برضو دي اسمها ال عمرك ما هتشوف حاجه زي كده في اسمها باركز ويبر سندروم. يعني حاجه من ضمن الحاجات تعمل هايبرتو في ناحيه عن ناحيه. يبقى باركز ويبر سندروم سي تي شو برومينانت ارتيريال برانش في الليفت لور ليمب. الصوره اللي كان قال لك احمد دي ليمفاتيك لا هي ارتيريال. طيب يا باشا بيقولهم الاثنين مع بعض اسمه كريبر تريناوني ويبر. لا لا دي باركز غير كريبر. لا ده حاجه وده حاجه وده حاجه يا محمد. هو في واحد هاي فلو كريبر ترينيوري ده حاجه ويبر ده ثاني اللخبطه عشان ويبر هاي فلو فيستولا. الويبر ضرير قوي تشوفه يعني انت ممكن ما تمشي حياتك لكن الترينيوري ممكن تقابل كومن عنه كومن عنه ارتيري بلاش فلو ليم مالتيبل سمول كولاترال فين بطنو مارجينال فين نوت الهايبرتروفي اوف ذا افكتد ليم. الام ار اي برضه اشوف هايبرتروفي مالتيبل ديسبلاستيك ارتيريال برانش فروم سوبرفيشال فيمورال ارتري ويز بريكوشيوس فين درينج كونفيرمد ويز ارتيريوجرام. الصوره اللي كانت في الاخر الدعاء بتقول فيها مالتيبل سمول انوريزم. فده افتكر بس باركس ويبر من ضمن الحاجات تعمل افكشن للمب ناحيه عن ناحيه. تقريبا اللي هو الفينوس مارجنال فين اوف سيرفيلي ده هو ده يعني دايجنوستيك للكيبل تايكس للفين ده. هو الفين ده هو بيقول ده مش موجود في الحالة دي. مش موجود في الحالة دي بس يمكن كده كنت قريها قبل كده ان هو مع ما هو قال لك السبكوتينيوس ميل اللي بتبقى زي محمد ما قال لك الكريبتور انفير بيبقى ليه كاركترستكس بقى حالتين بس عشان نبقى وريناكم كل حالات الليمب. دي حالة برضو عاملة على الدراع وعلى الرجل اليمين والشمال على الدراع بس ده من دراع جيبوها ناحية واحدة ام اي بي ماكسيمم تنس ام ار اي وعاملين ام ار اي في الابر لور ريب. ايه اللي موجود؟ كلها اللي دايليتد فيسل دي كلها مش كده؟ كل دي دايليتد فيسل في الـ في الـ في الام ار اي. ماشي ده شكله ام ار في يا باشا. لا ميب ام ار اي يا محمد ده ام ار اي ده الفيمورال فيسل عشان في فيس بس هو هو في فين باينه بس هو مين اللي بتاع ده ام ار اي لكن في الفين باينه الاي في سي باين والبتاع لكن هو مين اللي عامله ام ار اي. لو بصينا احنا هنلاقي ايه في لارج كاليبر في الفينس ستراكشر في الابر ليم. يعني بص الفين كبير جدا ده الارتري ده الارتري لك شوف اللي حواليه مالتيبل دايليتد فيسل كله دي فينز واخد بالك دايليتد في الفيسل في الابر واللور ليم. ماشي يبقى كل اللي سبب كبر الايد او الرجل هو الدايليتد فيسل. ماشي هنشوف ايه اللي عليها ايه.
يبقى ده ماكسيمم انتي بروجكشن ايمج تايم ريزولفد ام ار اي في ابر اند لوور اكستريميتي داز نوت ديمونستريت اني كونكشن اوف ذا سيستيك سبيس وذ ذا فيس. This is consistent with lymphatic malformation. Note the large caliber of venous structure in the right upper and lower extremity. برضو من ضمن الأسباب اللي بتكبر البتاع lymphatic obstruction. سواء كان elephantiasis سواء كان أي حاجة من الحاجات دي أو حاجة lymphatic congenital malformation. ماشي؟ يبقى هي كده خلصنا احنا ايه ال discrepancy. بس لو جات لك حالة هتعرف تفكر فيها ازاي وتحط differential diagnosis. اوكي؟ يما اكتر ثلاث حالات بيجيبوهم النيوروفيبروباتوزيس والإليفانتيزيس لانها في مصر كتيرة. واخر حاجة الهيمنجوم. هم دول اكتر ثلاث حاجات. يعني يجيبوا الهيمنجوم اكسري يا دكتور عبدالله. بيجيبوها اكسري احيانا لانها كتيرة او في مصر تلاقي بنها والحتة اللي فيها ديميك الفيلاريا دي بتلاقي كتير الحالات الإليفانتيزيس. ماشي؟ طيب يلا مين عليه الدور؟ معنا بعد كده دكتورة حنان. روح انت تفضلي. انا دي واحده بس هرد على التليفون ده بس وقولي حنان اسامحك. فاهم يا خالد بيه حاجه يا خليك عامل ايه؟ كلمت له انا الدكتور شكري وبكره بس هيكلم حد وانا هكلمه بكره. ماشي كلمته له وهكلم له حد بس يحجزها له في المستشفى بكره بس انا بكره هكلمه. ماشي تمر يا باشا الله يخليك الله يكرمك تمر دكتور خالد بيه الله يخليك. السلام عليكم. سلام عليكم. عندي محاضرة. لا بدي محاضرة بس. سلام عليكم. سلام عليكم. ألو مين علي الدور؟ عايش دي مكالمة من السعودية بس دي واحدة أرد. مين علي الدور يا محمد؟ أيوة يا دكتور أنا يا باشا معاك دكتورة حنان. سامحك مش سامحك حنان علي دكتورة حنان. قولي علي صوت شاطر. بص يا دكتورة حنان ده طفل صغير يا حنان. أيوة سمعاني سمعاني ده طفل سنه 3 4 سنين او يعني 3 سنتين 3 سنين في الحدود دي. في هاي سينال انتنسيتي في البوثالاماي. ايوه البرانكال ريجن في ال تي 1 والتي 2. لا ده بص يا دكتوره حنان ده فلير وده تي 2 وده تي 2 مفيش تي 1 عندنا ده فلير حضرتك. ماشي. يعني محمد محمد حافظ ما جاش ولا ايه؟ قول يا حنان سامعك سامعك. وفي لو سينا اللي انتسلي في الجنوب بتاع الكوربس كالوزا صح؟ لا ده نورمال ده نورمال بس حضرتك ده نورمال بس هو عشان اللون الابيض جنبه مبينه ده نورمال. في ابنورمال سيجنال زي ما قلت انتوا في البايلاترال فرونتال في السلاميك ريجون وحوالين تريجون بتاع اللاترال فنتر. ماشي والابنورمال سيجنال دي طالعه برضو في الديب برايه الهوايت مطر فايبر في طفل صغير. تفكري في ايه يا حنان؟ ممكن تبقى هايبوكسك اسكيميك. دي هايبوكسك اسكيميك واحد. ايه تاني؟ يعني لو كربون مونوكسايد بس يعني مستبعده شويه في الطب. ماشي ايه تاني؟ دي مش ايه تاني دكتوره حنان؟ حاجات ميتابوليك بقى. زي ايه ميتابوليك؟ يعني الليفر والكيدني. يعني ده لسه طفل صغير لسه ما جابوش ليفر وكيدني. ماشي يعني يعني خلي كل تفكير ل هايبوغلايسيميا مش عارف يعني هايبوغلايسيميك ايه. طيب ايه تاني؟ ماشي انا برضه هايبوغلايسيميا صعب يجي له. سلام محمد يا فوزي عايزين تتكلم. انت بتشتغلي فين يا حنان؟ انا في مركز اورام مدينه نصر. مركز اورام مدينه نصر اللي في شارع الطيران ده. ايوه تبع تامين صحي. تبع تامين صحي. مين اللي ماسك الاسم عندك؟ انا اللي ماسك الاسم. انت ماسك الاسم؟ طب كويس لينا راس ظهر كبير بقى في الاسم يا باشا خليك
بص يا حنان، ما انا قلت لك ده طفل عشان تفكري ايه اللي بيجي في الاطفال ده يا حنان، معلش ركزي شويه، انت معلقه في الاورام وخلاص، خرجنا من الاورام خلاص. ده طفل يا حنان وعنده ادم بص يا حنان، ده طفل عنده ديليد مايلستون، ما قالوش لا انفكشن ولا قالوش حاجه ولا قالوش حاجه، هو ممكن لو قالوا ايوه لوكودستروفي، لو قالوا انفكشن يبقى بريفنتريكولار هات ماتر اريا اوف نورمال سيجنال واخد الفرنتال والبرايت يعني والسلاماي انفولفد، ما هوش بس افكت، ما هوش ايديما يعني، يعني ما هياش وايت ماتر يعني، عشان ما الجري ماتر، ما دي هوات ماتر يا حنان، دي مش جري، دي مش الجري ماتر، مش لفوق طبقه لفوق، واللي تحت اللي هي حوالين الفنتريكل دي هي عشان السلاماي متاخده، ما هي مش مشكله، واخد جري واخد الهوايت. يبقى نفكر في الطفل ده ديليد مايلينيشن، يعني مايلينيشن ما حصلش ماشي، ادام عدى سنتين وما حصلوش مايلينيشن يبقى عنده ديزيز اسمه الايه، ديليد مايلينيشن او ليوكودستروفي ماشي. طيب انهي نوع فيهم لما نيجي نعملها نحسبها، في انواع بتاخد حتة معينة، في انواع تاخد فايبر عن فايبر، لازم اعرفها انت. هو الكسندر بتهالي اللي هي بتاخد الفرونتال، الكسندر بياخد الفرونتال بس بيبقى راسه كبيرة، افتكريها بص انا حفظها لك ازاي، الكسندر راجل ذكي، فتح اسكندرية وفتح العالم كله، يبقى راجل ذكي، وادام ذكي يبقى راسه كبيرة، وادام راسه كبيرة يبقى تاخد الفرونتال لوب لانها مركز الذكاء في المخ، هي الفرونتال لوب. ادرينال ليكودستروفي الادرينال جلاند ريتروبروتينيوم، يبقى بتاخد ورا، افتكريها ريتروبروتينيوم ورا، يبقى تاخد الاوكسيبيتال او اوكسيبيتو برايتال ورا. بعد كده الميتا كروماتيك، قلنا الميتا، عارفه انت ميتا، الواحد قبل ما يتجوز مراته امه تقول له ميتا هترجع البيت، وبعد ما يتجوز برضه مراته تقعد تقول له، فبتاخد كل الفايبر، كل الفايبر دي بهوت مطر، بتسيب اليو فايبر بس، سب كورتيكال يو فايبر ما تتاخدش، سب كورتيكال يو فايبر ما تتاخدش، الكانافانس زيها بس ياخدوا اليو فايبر. بعد كده في كريبي، كريبي ده يعني الراجل البي، بيبقى واخد المحطات بتاعت واخد المحطه السلمس والصب سلمس، واخد الدي بهوات مطر، واخد بالك، وفي الكسندر ياخد فرنتال بس، وفي ادرينو قلنا ريتروبترين ياخد البتاع بس. وانا لو قلت ليوكودستروفي كده مش كفايه؟ بصي لو هي دي النقطه، هي عامله عارفه انت الموضوع كله في تخمين، عارفه انت الجماعه اللي بيشوفوا لما واحده تجي لك تقول لك يا حنان انا عايز اشوف لك اشوف لك الحظ البخت بتاعك، فتقول لك محمد دايما في بالك، في بالك محمد، لازم في عيلتك يبقى فيها اخوك محمد، ابن عمك محمد، هي في الاخر زي كده، في الاخر احنا بنقول لك ليكودستروفي احنا ما بنعرفش، وهم نفسهم كلهم في الاخر ملهاش علاج زينا برضو، كله بيديه كورتيزون وخلاص، لكن انت لو طبقتي حاجه حاجه هتلاقي، لو بصيتي هنا هتلاقي في التيجرويد باترن بتاع الليكودستروفي واخده كله على يعني، واليو فايبر يو فايبر بريزيرفد، واخد بالك، فده قلنا الميتا كروماتيك، غالبا ده ميتا كروماتيك. يبقى لما نيجي نوصف 17 مانس في ميل بيبي ويز ميتا كروماتيك ليكودستروفي، الاكزل تي 2 والفلير، في هايبر انتنسيتي في البراي فرنتال والتمبرو برايتال بيرفنتيكولات مطر، سبيرنج السب كورتيكال يو فايبر، الهايبرتيتس ماركت في الفرنتال لوب، واوفر هايبرتيتس في السايس اكشنج انفولفنج ذا بايلاترال سلاماين ماشي، يبقى ده الميتا كروماتيك ماشي. تمام اللي بعدك. طب هو ليه ده مش ليه ده مش كرابي يا دكتور؟ مش كنافانز، كنافانز بياخد اليو فايبر، لا كرابي 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 دايما، او ممكن تقول عليه كرابي برضو ما تتلخبط بينه ماشي، بس الكرابي دايما ياخد البيزل جانجلي، ياخد محطات الكهرباء والادراج، هو السلامس متاخده، ما انا عارف هو ده يلخبط بينه وبينك، دايما ميتاكروماتيك السلامس ممكن ما تتاخدش في كتير من الحالات، انا معاك. الاحتمال الثاني بتاعي يا باشا غير كرابي ممكن تكون جانجلوسايدوزيس، يعني جانجلوسايدوزيس عشان واخده كمان السلامس معها بيبقى سيستك، ايوه انا كنت قلت ايه سخي باشا، هنشوف هنشوف، بس جاي بروسيس ممكن تبقى دايما مع سيستك تشينج، هي المشكله تفريقتهم تبقى صعبه جدا، بس في حاجات تبقى سهله فيهم يعني، يعني في الايرلي ستيج وبتاع يعني، حتى الحاجات الكسندر وادرينوليكودستروفي في ليت ستيج برضو، ده بيروح فرنتال وده بيروح، بس الكلاسيك بتاع ميتا كروماتيك مع الكلاسيك مع بترفلاي كده. اوكي مين عليه الدور؟
يلا بسرعة بس عشان نخلص النهاردة أصلا مش هسيبكم. دكتور حسين حسين يلا يا حسين مش هخلص لازم أخلص المحاضرات النهاردة. أدرينو كورتك اللي كده لا أوصف يا حسين احنا قلنا عشان قلنا ورا انت جبتها من كده أوصف لي ساعات تميل هو وايد سبريد بايلاترال اوكسيبيتال سيبتو برايتال برايتال ايوه areas of abnormal high signal سيبتو برايتال وبريفنتري areas of abnormal high T2 signal تمام في الفلير وفي ال وفي T2 لما حناها سبغة وز وز خدت مارجن الهانسمس بالضبط مارجن الهانسمس مارجن الهانسمس ماش ماس افكت ماش حاجة هيدا فعلا ادرينو ليكودستروفي ماشي ثلاث ست سنين بلاتر سيمتريكال دايما بقى سيمتريكال تي 2 فلير هايبرتنسي موجودين في البلاتر بروكسيميتال ريجن بريفنتريكال هتمطة سب كورتيكال سبيرنج خلي بالك سبيرنج سب كورتيكال يو فايبر كلهم سبيرنج ما عدا الكنافانسور بياخدهم سبيرنج افكار وكاروزم سبيرنج كابسول سيت البوست كونتراست شوز بريفرال ايدج انهانسمنت في البيلاترال برايتال اللي هو اتمطر ده ايه الادرينو ليكودستروفي ماشي اللي بعد مين محمد محمد مين خلاص باش بقى خلاص محمد ده بقى معروف هو مين خلاص خلاص في شيء يلا محمد سنتين ده محمد ما بيعملش ميوت ممكن يكون مش مركز معانا طب ماجد ماجد محمد مين بقى السلام عليكم ده يا ماجد تفضل يلا يا طول باش الحمد لله يلا تفضل ماشي باش احنا عندنا هنا في اكزيال كات ام ار اي تي 2 شوينج ابنورمال سيجنال انتنسيتي في الفرونتال والبراي والاوكسيبيتال وايت ماتر الام ار اس عندنا ايه ماستر اسبرتيت طب مش عارفش صور تانية ولا الصور دي بس دي بس زي الفل شخصوا منهم شخص منهم دول اشخص منهم ماشي يا باشا طيب احنا عاملين ابنورمال سيجنال انتنسيتي احنا كده هو طفل صغير كده ماشيين في سكه الليكودستروفي ايوه ما انا عارف ماشيين واخده هي المفروض ان هي بريفنتريكولر وواخده كمان واصله لحد السب كورتيكال وايت ماتر ايوه واخده اليو فايبر بتاع الايه واخده اليو فايبر يا باشا واخده اليو فايبر متاخده والكاركترستيك ليها لان النيه بيبقى عالي اصلا اكبرتين ها باشا لان اصلا اكبرتين شوتنج يا باشا فدي كانفان ده كغطري كانفان ده كاركترستيك كانفان بيشخصوا كده عندنا ريفيوز وايت ماتر اكستندنج تو يو فايبر اوف سب كورتيكال واخده اليو فايبر ومعانا الام ار اس على النيه على ده كانفان الكنفان بيعجز بيبقى احسن واحد بيساعدنا في الامارس هو الكنفانز بالظبط ايوه الكنفانز ماشي يبقى ده كنفانز ايه ديزيز الاكزل تي 2 هاي سيجنال واخده تيبيكال ديفيوز بايلاترال وانفولفينج سب كورتيكال يو فايبر الام ار اس سبكتروسكوب كاركترستيك بيبقى في ماركت انفيجن في الام ان ان اي كرياتين ريشيو ماشي ماشي ده اللي بعده اللي فيه التيجرويد ده معانا كمل يا باشا ولا حد تاني كمل خلاص محمد حافظ بقى ماشي محمد حافظ ده خرج ودخل تاني ما اعرفش بقى لسه النت عنده يمكن وحش خلاص ماشي خش دكتور اقول انا يا باشا وخلاص قول يا باشا ماجد دورك يا جراسي ما اعرفش والله ما بحسبك انا دي لك هيديك في دورك انا دي دورك خلينا نتعلم استنى يا جراسي استنى مش خالص يا عم السلام عليكم وعليكم السلام قول يا دكتور مي اكزيال ام ار اي بالان تي 2 في ابنورمال وايت ماتر سيجنال ايوه كاركترستيك تيجرويد باترن بريفنتري بايلاترال ميتاكروماتيك ليكودستروفي ميتاكروماتيك هي تيجرويد تبقى اكتر مع مين مع الميتاكروماتيك لا مع حاجه تانية اكتر ميتاكروماتيك هي بتبقى ميتاكروماتيك انا معاك بص نسيت في برضو واخده حتت في السيريبيلم في حتت هنا في السيريبيلم هي الكريبي والميتاكروماتيك بيبقى كاركترستيك التيجرويد ماشي فده برضو ديليد او ديسمايلينيتك ديزيز الكريبي دي الكريبي تايب ماشي برضو مع التيجرويد افتكر التيجرويد مع الكريبي ومع الميتاكروماتيك ماشي
ماشي. طيب اخر حاله في الـ في الهوات موتر ديسمايلينيشن او بليد مايلينيشن، مين عليه الدور؟ عايزين نوصل محمد الاست. محمد الاست، محمد الاست، السلام عليكم. هنقول في الحالات الصعبه بعد كده. يلا قول يا محمد. ام ار اي، ام ار اي تي 2 عند ساجيتال تي 1 شو ديفيوز وايت ديفيوز انكريز سيجنال انتنسيتي اوف ذا بير فينتريكولار وايت ماتر سين مينلي ات ذا بيلاترال فرونتال ريجون اكستندد بوستيريورلي تو انفولفينج ذا visualized part of the temporal and parietal loop with temporal temporal parietal الأسوار أو associated the subcortical YU fibers are seen involved involved حاجة تانية كمان associated with أيوة آخر واحدة يا محمد في الوصف. مش قلنا محمد راسه كبيرة لارج هيد لارج هيد لارج هيد لارج هيد الالكسندر الالكسندر اللي فتح اسكندرية ده وايه وعينوه اله تاني يوم المصريين كالعادة يعني ماشي فتح اسكندرية انت عارف قصة الالكسندر ده مات بس يعني لو ما ماتش كان زمان كل اثار مصر ايتها الالكسندر ماشي يبقى ده الكسندر ديزيز بيبقى الهيد لار كبيره ودايما الفايبر بتبقى كلها فرونتال ماشي وبياخد اليو فايبر بيبقى انفولف ماشي كده خلصنا تقريبا حالات الهوات ماتر. طيب محمد مين على الدور؟ نجرس محمد الهجرسي. يلا اجراش يعمل امر ميت نفسك اتكلم يا باشا اتفضل. اه يا باشا اتفضل يا باشا. في 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 ابنورمال سيجنال انتنسيتي ليجن متشاف في البوستيريور بارت اوف الميد برين والبونز واخد زي ايت شيبت كده ده تمام. ده كاركترستيك اللي هو سب اكيوت كومبايند ديجنريشن او اسمها ايه اللي هو بيرجع كتير ده يا باشا اسمه ايه طفل بيرجع كتير يعني لا الشكل التمانية ده يا باشا اللي هو بتاع السب اكيوت كومبايند ديجنريشن ايوه ايه تاني ده وايه تاني هو واخد أيوة. فعلا سيمتريك واخد الفيرنكس فيرنكس انكيفالوباسي الفيرنايكس ماشي فيرنكس هي هو واخد ال 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 البتاع ده الميد برين واخد جزء بالسيروم البونز ماشي تمام ميتريكال وطفل صغير تحط له ديفينيش دياجنوزس كذا حاجه حاجات كونجينيتال حاجات لو عيان جاله انفلاماتوري هي كونجينيتال انفلاماتوري وميتابوليك هما اللي بيجوا بايلاترال سيمتريكال دايما لكن نيو بلاستيك ما تجيش بتاع ده ايه الكونجينيتال ممكن يكون ايه كونجينيتال يعني واحد عن مولود بحاجه كده جات له طفل لا مش عارفها يا باشا طيب مين عارف عبد الله حد عارفها ايه يا باشا مين اللي عارف هيقول بس ممكن يكون ايه حاجات ايه ليه ديزيز صح برافو ليه صغيرين وكبار الفيرنكس انكفالوباس ايوه ليه الفيرنكس اللي هو الناس اللي بتبقى الكحولي العين بياخدوا كحوليات بس ليه بياخد اكتر جري مطر ايوه ليه بس اللي يا باشا كونجنتال صح اللي هو ده ليه ليك فعلا اللي مش لازم تشوفه في الفيزا جانجليا بس ممكن تشوفه برضو هنا خلي بالك بايلاترال سيمتريكال وبيجي في الايه حوالين البري اكويدكت زي ما قال لك لو فعلا لو فيرنايك ده لو عيان كبير بياخد كحول لو كبير يا باشا لو كبير لكن لو صغير يا دكتور هجرسي ما تنساش اللي ماشي والفيتامين بي 12 ديفيشنسي برضو يا ايوه دكتور مع الهايبر امسز ليه الناس اللي بتعمل سيرجري في الستومك والحاجات دي اللي بيجي لهم صح بيبقى الباي باص السيرجري بس ده كله في الكبير انما في الصغير زي ما حضرتك بتقول كده لا كده اللي اسمه ليه ديزيز ماشي يعني ده سنه قلت بيبي وز ليه ديزيز اكزل في ايه شو سيمتريكال هايبرتيز في الميد برين والبونز بوستيريور ماشي هي الحاله دي سهله فوزي لا دي سهله فوزي مش هنقول عليها طيب هي دي برضو لو هو ده اللي بتشوفه انت على طول بايلاترال سيمتريكال
واخدة الكوديت واللينتيفورم نيوكلس وفي حتة متاخدة من ايه السيريبرال بدانكر سيميتريكال وطفل صغير يبقى ايه اللي ديزيز. ما هو ده اللي بتشوفه على طول لكن ما بتشوفش اللي فات ده برضو لي ديزيز ماشي. دايما ليه بنشوفه اكتر حاجة في اللينتيفورم وفي الكوديت دايما السلامس قليل احيانا ممكن ياخدهم كلهم بس مين اللي بياخد الكوديت واللينتيفورم برضو ده لي ديزيز عشان ايه ما نطولش عليكم كتير ماشي. فيبر التيسي واخده ده في ميل في السبستيشن نجرة مش عارفين في حتة في السيريبرال بدانكل وفيها ايه وفيها ديفيوجن ريستريكشن في الديفيوجن ويت ديمج ماشي. ده ليه ديزيز. طيب ده طفل برضو مين عايز يتكلم؟ رهيدا طفل 5 سنين دكتور هبه اتفضلي اعملي اميوت لنفسك. دكتور هبه ماي بي سي بعد هبه دكتور رانيا اتفضلي اعملي اميوت بس انا دوري اتعدى. اه كده احنا فوزي صحيح يا باشا انسناء اقول يا فوزي قول دي يا فوزي هي مش اوصفها بس يا فوزي ممكن بنوصل للحل. انا شايف ان في باكي جايريا في كل البريم مع نورمال وايت ماتر سيجنال. باكي جايريا ليه؟ طيب في باكي جايريا في بالذات في الفرنت. والله محمد انا مش قوي يعني ماشي. طب خلينا باينه واضحه ماشي. طب خلينا في الاصل فلير كويسه ماشي. خلينا في الهوايت ماتر دي. الهوايت ماتر فيها نورمال سيجنال في الفرنتال والبرايتال سب كورتيكال ديبس سب كورتيكال. انا بس انا بفكر في حاجه تانية. هل هو سندروميك مع حاجه تانية؟ لا لا يا بص يعني تعليقها برضو ده من طفل 5 سنين برضو ديلي ده هوت ماتر ديزيز برضو ليكودوستروفي بس هو مطلعها قال لك ده نان سبيسيفيك ليكودوستروفي. لا لا مش ما ينفعش يبقى ادم يا باشا. ايه ادم اصل ادم بيبقى ادم مش واخد الكورتكس. بص ادم بيبقى ميلي كورتيكال. ميلي كورتيكال لكن سب كورتيكال في الوايت ماتر ادم وايت ماتر. لا ما فيهاش باكي جايره. لا محمد مش معلق على الباكي جايره بس هي هو كاتبها نان سبيسيفيك يعني غالبا ما انا شفت في الصوره دي ان الوايت ماتر اصلا قليله حجمها قليل قوي بالنسبه للجري ماتر سنترانس موف. الجري تخين قوي في تي 2. ما هو انا لا هو محمد حصل قطره في الوايت ماتر فبان الكورتكس. لا في صلصاي اساسا ممكن ديزل ويجر سندروم يا باشا. والله هو كاتبه نان سبيسيفيك ليكودوستروفي ماشي في التعليق. زيلويجر هوريك بس حاجه ثانيه. طيب ماشي دوت ده ميجان كيفنوز اسمها ايه كورتيكال سيست. ايوه ميجان كيفنوز كورتيكال سيست سب كورتيكال سيست. اسمع طب وصفها كده احمد. فيه ماكرو كيفالي وديفيوز وايت ماتر ديزيز وفي عندنا كتاب كورتيكال سيستس انفولفنج ممكن تبقى ديفيوز او مينلي موجوده في التمبرال في التمبرال لوب في الفرنتال لوب. اكتر فرنتال التمبرال فرنتال تمبرال فرنتال تمبرال. يبقى ده ماشيه معايا قلتها انت صح. ما هي مجاله مجاله كيفالي كليكودوستروفي مجاله كيفالي كليكودوستروفي وسب كورتيكال سيستس. بس تيبيكال قوي يا باشا. ماشي بس استاد دايما تبقى تمبرال يعني. ما انا عارف تبقى تمبرال ممكن تبقى فرانتو تمبرال عادي. ده برضو ده يعني هو نوع ده ليكوس دوستروفي بس حصل فيك اسمه كافيتيتنج يعني هو ممكن تمشي ميتا كروماتيك ماشي بس حصل فيه كافيتيشن في الحتة اللي حصل فيها وقت مطر مفروض نورمالي ما يحصلش فيها كافيتيشن هنا حصل فيه كافيتيشن فده بيسموه يعني ايه كافيتيتنج ليكوس دوستروفي واصل اليو فايبر يعني في يعني في اجزاء واصله واجزاء مش واصله ماشي. فممكن يعني تحطه تبع اي كاتيجوري بس حصل في كافيتيتنج ليكودوستروفي وحصل في ايه وحصل بتاع ده اتروفي وسنتر كافيتيشن ماشي. حتى الفنتريك اللي اتشدت وبقت دايليتد. دكتور رانيا اتفضلي اعملي اخر واحد معلش انا هقول دي بس وبعد كده هتقولوا اللي جاي برضو ده ليكودوستروفي ماشي.
يعني نفس الكلام لو عايز تطبق عليه اي حاجه ماشي، بس ده بيسموه فانيشنج طهوات مطر جزي، مش عارف ليه مسمينه فانيشنج يعني، هل هو بيروح ويجي مش عارف. حد قرا الفانيشنج؟ انا ما قريته. اعتقد المايه وايت مطر نفسها بتقل يعني كميتها بتقل. ممكن وايت مطر يحصل فيها شينج يعني. احتمال وايت مطر وايت مطر بيحصل لها اطروف يعني. مظبوط كده خلصنا كل حالات الليكودوستروف. نبتدي بقى حالات تانية جديدة. رانيا اتكلم. رانيا ماشي اوصفي كده وندخل في فيش هذا المستر. ما الحافظ فين؟ حافظ يا باشا انا نتيت عليه بس ما شكله في مشكله عنده في النت مش عارف في النت يعني شكله دخل وطلع اصلا مرتين دخل وطلع قراني مش سامعيني كده قراني في ايوه يعني شكله قراني عنده النت برضه في مشكله. طيب دكتوره ريهام بقى ريهام الو 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 ايوه سامعينك ريهام يلا بسرعه ريهام يلا خلص في المدريد في الفاينل كورس في ايه abnormal high signal في T2 في الميد برين وفي السباينال كورد. في البرين واخدة ايه؟ السريبرال بتانكل يعني. وهنا؟ الاوليف. اسمها سبستيشن نيجرا دي. يعني دي قصدي سبستيشن نيجرا ودي اسمها ايه؟ الاوليف او يعني الاوليف بتبقى في المظله يا جماعه سنترال تيجمنتال تراكت. سنترال تيجمنتال تراكت الاوليف دي في يعني المظله يعني دي تراكت اثنين تراكت تراكت ودي ايه السيربرال بدانكل مين اللي في البتاع ده في سبستيشن نيجر ماشي مش مشكله البونز بصير اسبكت اوف ذا بونز والسيربرال بدانكل واسوشيتد معاها ايه ابنورمال سيجنال في الكورد ايه تاني ايه تاني يعني ايه مش ملاحظه ايه تاني يعني في الحته بصي الكورد ده سولن شويه يعني تحس الكورد سيف اللي وراء قربت تنتهي يعني الكورد نفسه تحس انه سولن شويه وده طفل صغير 4 شهور انا كنت لسه حضرتك من وقت مطر كده لسه صغير خالص ايه يعني حصلش مايلينيشن لسه لل لسه ما حصلش مايلينيشن يعني هو اتمطر كذا مايلينيشن ده طفل اربع شهور يا دكتوره مش فاكره والله انا كنت قريته قبل كده بس مش فاكره الشكل ده انا شفته قبل كده مثلا شكله لا بص الشكل ده يعني لو شفت حاجه في الكورد وحاجه في البرين تبقى ايه دي مايلينيتنج يعني زي مثلا بس دي مايلينيتنج ده 4 شهور من احنا قلت لك 4 شهور عشان ما تخشيش في الدي مايلينيشن ولو كبير شويه نقول ده مايلينيشن بس ده 4 شهور ومع دي مالينيش الكورد ما يبقاش سولن ايه السولن يبقى الكورد مع ايه ادم يعني حاجات انفلاماتوري يا دكتور ممكن يكون ادم ايوه صح حاجه الانفلاماتوري ايه الحاجه لو واحد جاله كيفالايتس جاله ادم جاله اي حاجه في الحاجات دي فلازم هم الكورد لما يتاخد مع البرين تبقى حاجه بوست انفلاماتوري ماشي يعني مايلايتس ترانسفيرس بوست انكيفالوباسي او بوست مع ادم اي حاجه من حاجات الانفلاماتوري لكن هو عشان الام اس ما يكبرش الكورد برضه ما يكبرش الكورد لو في ام اس وما يبقاش طفل صغير انت شايف الفرتبرا يا دوب اهي ابتدى الديسك سبيس يعني يا دوب السباي شايف سبانس بروس قد ايه؟ يعني ده لسه نونو يعني باربع شهور فده بوست انفلاماتوري انكيفالوباسي او ادم اي حاجه من الحاجات ماشي؟ ففي سيجنال موجوده في البتاع ده في البدرين وفي سبب دانكل وفي البونز وفي الكورد الكورد بقى سبولن واخده من اول ايه من اول مظله وانت نازله ماشي فده حاجه انفلامات لازم تفكر في حاجات انفلامات ماشي انفلامات والله ما ينفعش يا باشا تمشي اسكيميا يا باشا اسكيميا في 4 شهور اسكيميا تبقاش سيمتريكال خالص كده الريتوري بتاعها هيبقى ايه يعني ده هتمشي هو الهيستوري طبعا سيبك من الهيستوري حتى لو اسكيميا الريتوري لا لا لا, لا البرانش يعني الاوفر الريتوري الريتوري صعب شويه تاخد سيمتريكال وتاخد الكورد مع البتاع يعني اسكيميا صعبه جدا يا اما حاجه هي ميتابوليك يا اما حاجه انفلاماتوري مش ادم مش ادم تمشي ماشي ماشي بس انفلاماتوري عشان الكورد اكسباندد فده الكلو في الكورد
ماشي. دايما الترانسفيرس مالاتس ازاي بتشخص تفرقها بينه وبين ام اس بالكورد. لو الكورد مش سولن غالبا ام اس، لو الكورد لان بياخد برين وياخد بتاع، لكن لو سولن كورد او الليجن موجوده في البرين ما ماس افكت يبقى دي انفلاماتوري. طبعا الهيستوري اهم حاجه. ماشي. طيب اللي بعد ليها مين؟ شيماء. شيماء مش شيماء. شيماء قول الفرقه شيماء. تفضل. وصفين ده بقى ده تي 2. بص حضرتك ده تي 2 اسماء ولا شيماء؟ يا اسماء غايبه النهارده ولا ايه؟ لا لا شيماء. شيماء غايبه. ان اسماء غايبه ما جت مش داخله دلوقتي بعدت لي اصلا قالت لي مش هتقدر تقريبا هي كانت بره واتزنقت لسه لسه واصله من السفر معلش ده مش كده. دلع السلامه يا سعاده الباشا. دلع السلامه. فانا بقول الشاشه مضلمه ليه؟ الله يسلمك. ده تي 2 يا دكتور يا جماعه وده فلير. ماشي ايوه. هنا في كورونا تي 2 فلير اكزيال. كورونا تي 2 يا دكتوره ده اكزيالين ده حضرتك ديفيوجن الاثنين دول فيوجن. بص بص اه بص طب انا هسالك سؤال شيماء اصبري دي واحده هسالك سؤال يعني ده لو انا قلت لك ده فلير مش ديفيوجن هتقولي لي صح ولا غلط وليه؟ الديفيوجن ده بيبقى سوري الفلير بيبقى زي التي 1 بس مفيش ديفرنشيشن قوي للجري وايت ماتر زي التي 1 انما الديفيوجن ايه؟ ايوه قولي قولي. الديفيوجن انا ما بشوفش السكال. ايوه الديفيوجن ما فيش سكال. ايوه تمام صح. لو شفت من ضمن من ضمن الديفيوجن ازاي حاجه متلخبطه او الاي دي سي ماب ما فيش سكال بون خالص. لك كل السيكونس بتشوف السكال بون حضرتك ماشي التي 2 والفيلير والتي 1 كل ما عدا الديفيوجن بس ما بشوفش سكال بون خالص. فلو ما شفتيش سكال بون تبقى عارفه ديفيوجن حاجه علامه من العلامات يعني ايه السهله. ماشي تمام. انا هنا شايفه في ابنورمال تي 2 هايبر انتنس سيجنال موجوده في ريليتد للبوسلامايد وهنا عامله ريستريكشن اوف ديفيوجن مش ريستريكشن هي باينه هاي سيجنال في الاي دي سي يعني في سوري في الديفيوجن. ايوه ما هي دي ريستريكشن هاي سيجنال يعني ريستريكشن يا شيماء. تمام بس مش واخده السلاماي بس واخده كذا حاجه ثاني واخده ايه ثاني غير السلاماي. ده اول حاجه البص سلاماي وبعدين هنا على نص ال سب سلامك نوكلياي سب سلامك نوكلياي عايزة انت يعني سلامس وسب سلامس وايه تاني وبرضو الحتة دي اسمها ايه لو ما عرفتيش يعني دي مش مشكلة الاسماء قولي قولي مثلا ده جزء من الميد برين ماشي ايوه ده البوستير اسبكت وميد برين الكوليكيولاي يعني سوبر كوليكيولس مش مشكلة والسلاماي مش مشكلة مش مشكلة الأسماء في أسماء مش هتفرق يبقى السلاماي والجزء من البرين وده إيه ده اللون الأصفر بشاور لك عليه ده الحتة دي اسمها إيه؟ إحنا هنا في ده الإكسترنال ده إحنا هنا برا ده الإكسترنال كبسول ولا ده الليتامين؟ الجزء من البيزل يعني جزء من البيزل ده البيوتامين البيوتامين بتاع ده بتاع الليد فورم نيوكليس ماشي يبقى البيوتامين بتاع البتاع ده بتاع الليد فورم بتاع البيزل جانجليا بعد البيزل جانجليا مظبوط يبقى هي يعني هي انسلت شبه الاسكيميك يعني اسكيميك انسلت ماديه بصي الليجن ده سيمتريكال خلي بالك اهم حاجه في سيمتري مور ليس بايلاترال وسيمتريكال فصعب باين في التي 2 برايت وباين في الديفيوجن ريلاتيفلي ريستريكتد ماشي برضو ممكن ادم برضو يعني ممكن يكون ادم على اساس ان هو بايلاتراليتي بس ما ترجحش الاسكيميك انسلت يعني لا ماشي هو طفل صغير صعب الاسكيميك انسلت ممكن يكون ادم ممكن يكون ايه تاني حضرتك ااا
بص يا دكتوره شيماء، لما تيجي حاجه زي كده اقعدي في الريكونجينيتال انفلاماتوري ميتابوليك نيوبلاستيك ميسيلينياس، ينفع حاجه كونجينيتال؟ كونجينيتال لا لا. ايه الريستريكشن ديفيوجن؟ ينفع يا بنتي؟ ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش ليه؟ نمره 2 ينفع حاجه انفلاماتوري كونجينيتال انفيكشن يعني؟ ما تصبري، انفيكشن حاجه وده حاجه، قلنا كونجينيتال حاجه كونجينيتال، واحد مولود بحاجه ينفع، ينفع ملهاش دعوه بالشبك من الريستريكت ديفيوجن. ينفع حاجه انفلاماتوري؟ ينفع. ينفع حاجه ميتابوليك؟ ينفع. مالجنانت او فاسكولار؟ صعب. صعب. ميسيلينياس برضو صعب، وارد بس يعني ماشي وارد. يبقى ايه الكونجينيتال حاجات تيجي زي كده؟ زي ايه؟ زي التيسخ واللي والكلاميدا. يا دكتوره شيماء مش عارف انا السكوب بتاعكم ضيق شويه يا بنتي. اللي ديزيز ما ينفعش ليه؟ اللي احنا قالوا ايوه، مش قلنا اللي بيجي بقى لاتريسيمتريكال وياخد البيزل جانجليا وياخد مش عارف ايه وينزل تحت في البيت برين وينزل، مش قلنا اللي ديزيز؟ لو حاجه انفلاماتوري ممكن ينفع ادمز، ماشي. لو حاجه ميتابوليك، لو الواد ده عنده حاجه بقى رينال ديزيز ليفر ديزيز مش عارف ايه الحاجات دي ممكن كلها ممكن تعمل. لكن هو ده ليه برضه نفس ست شهور سنه طفل صغير وعاش وتمشي فايرال انفلايتس. عبد الله معلش يا باشا، ما يمشي ممكن، ما احنا قلنا انفلاماتوري يمشي، احنا قلنا انفلاماتوري. بس هي النقطه، بص يا محمد، ده ست شهور وعنده ما بيسمعش، ماشي. عملوا له ام ار اي، يبقى حاجه كونجنتال، هو طلع ليه ديزيز. واي نوت ليه؟ انا مش عارف ليه ده، انت مش فيش في دماغهم ليه؟ ففي ريستريكشن ديفيوجن ليه؟ ده بيبقى كاركترستيك برضو اللي فيه ديفيوجن ريستريكشن في السبستيشن ريجرا والتيجمنت والبيري اكيوداكتال لوكيشن والبيزل جانجليا والسالاموس، ماشي. هذا برضو ليه ديزيز. هذا اسهل حاجه فيه قبل ما ننقل. طيب اللي بعده، كلها حالات تلخبط داخله في بعض، عايزين وصف فقط. مين هيوصف؟ فوزي لك الدور. لا عيد دور يا باشا دلوقتي، احنا نبدا من الاول تاني بقى كده. دكتوره اسماء بس بقى، عشان هي ما اسماء لسه جايه سخنه. اسماء 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 ودكتور محمود لسه خلاص كانوا بقى كانوا دلوقتي. دكتوره اسماء اتفضلي. اسماء الو. اي يا دكتور. بص يا اسماء، احنا قلنا تعرف الديفيوجن قبل ما تيجي، قلنا ازاي تعرفه من التي تو والفلير وبتاع، قلنا ما فيهوش سكال بون، ماشي. مش عارف انت حضرت الحته دي ولا الحاجه اللي ما فيهاش سكال يبقى ده ديفيوجن، ما فيهاش بون بتاع سكال. وصفي ساعه ده تي تو اللي فوق وده ديفيوجن، واللي تحت اللي جنبه ايدي شمال. قولي يا اسماء اتفضل. ماشي. ام ار اي تي تو ماشي. هو معلش، هو اللي فوق اللي ده تي 2 صح، وده ديفيوجن. الاثنين تي 2 ده ديفيوجن وده ادي سماء يا اسماء. انا شايف ان في هايبر انتنسيتي في الاوكسيبيتال او والسبلينيوم بتاع الكوربس كالوزم وريستريكتد في الديفيوجن. في حتت ريستريكتد وحتت لا. حتت ريستريكتد وحتت لا، وحتت برضه حاسه ان فيها زي هايبر انتنسيتي برضو في ال او ريستريكتد اريا في الوايت مطر اللي مشاور عليها بالسحم الاحمر. السحم الاحمر مظبوط. في الفرونتال والبرايتال. بصي يا اسماء، في نقطه لما تتكلمي قولي بايلاترال سيمتريكال، دي بتفرق كتير. حتى يعني بايلاترال سيمتريكال اريا اوف ابنورمال سيجنال واخده ايه؟ اول حاجه في السيريبر بدانك السبستنشيا نيجرا اللي مش هقول لك عليها، واخده برضو بيري فنتريكولا هوات مطر، واخده الفورسيبس ميجور بتاعه الكوربس كالوزم، دي اسمها فورسيبس ميجور، اللي قدام اسمها فورسيبس ماينور او سبلينيا، ماشي مش مشكله. سام اوف ذيس ليجن شو ديفيوجن ريستريكشن، وحتت فيها فري ديفيوجن زي دي. ايه ممكن يكون ايه سعادتك ده؟ ايه ديفيوجن؟ اسكيميك مثلا ممكن نفكر. اسكيميك ايه الاسكيميا؟ هو الواد ده سنه سنه ونص يا اسماء. ايه الاسكيميا يا جماعه؟ الاسكيميا عمرها ما تيجي باي لاترال وسيمتريكال، خرجوا الدماغ الحته مش عارف. كل واحد يقول لي اسكيميا يا بنتي، ما ينفعش تيجي باي لاترال وسيمتريكال، ما فيش اسكيميا تيجي في طفل وكده تعمله. ممكن يبقى انفلاماتوري بقى. طيب يبقى انفلاماتوري زي ايه؟ انكفالايتس، بس انكفالايتس يعني سبيسيفيك ارياز.
ايوه انكفالايتس ممكن ليه هواي نوت ملهاش بسيبك اصل الانكفالايتس ليها 100 نوع في هيربس وفي مش هيربس مش عارف ايه دينجو فيها 100 حاجه ممكن تنفع انكفالايتس صح ممكن تنفع ايه تاني البيلات بصي ممكن تنفع ميتابوليك بصي يا اسماء يا حاجه كونجينيتال يا حاجه فريماتري يا حاجه ميتابوليك دايما اللي بيبقى بيلاترال سيمتريك الكونجينيتال نمشيها مع ايه حاجات اللي بتيجي كونجينيتال اللي في الاسبلينيا والوايت ماتر دي مايلينيتنج يعني مثلا ممكن ديليت مايلينيشن بس الديليت مايلينيشن بيبقى ماشي كله مع بعضه يا اما كله ريستريكت ديفيوجن يا فري ديفيوجن ما يبقاش في حتت ريستريكت وحتت ايوه طيب انفلاماتوري زي ايه حضرتك قلت انكفالايتس انكفالايتس فعلا انكفالايتس بس جه في السب اكيوت ستيج في السب اكيوت ستيج في حتت لسه فيها ريستريكت ديفيوجن وحتت فيها فري ديفيوجن ميتابوليك زي ايه طيب الميتابوليك هو صعب الميتابوليك ياخد كذا حتت كده يعني متنط ورا الانفلاماتري اوقع شويه بس ميتابوليك زي ايه الميتابوليك زي بصي الهايبوكسيا ممكن تعمل كده هايبوغلايسيميا او هايبوكسيا ممكن تعمل كده هايبوغلايسيميا او هايبوكسيا ممكن تعمل كده لكن هي انكفالايتس انكفالايتس العين قالوا انكفالايتس وجا في السب اكيوت ستيج ففي حتت انت لو شفت انت عارفه لو شفت انا شفت حالات كتير انكفالايتس ما بقاش باين حاجه في الام ار اي خالص ما عدا الديفيوجن يبقى بريفنتريكولار ديستريكت ديفيوجن واخد تمبورال لو كانت هيربس وبريفنتريك ماشي لكن ده غالبا جه في السب اكيوت ستيج في حتت لسه فيها انفلاميشن في حتت خفت وقلبت انفاركشن ماشي فده انكفالايتس برضه ماشي هل سأل حاجه فيها دي حالة سهلة عايزين حد بس يقولها ايه من البنات سيبك من الميل خلي حد يقولها من فيميل يا محمد من فيميل ماشي اللي على الدور من فيميل دلوقتي الوضع عجبني لا ولا تبدا هو هنا في لايس انكيفالي باكي جايرو سندروم ايوه بس عايزين وصف ايوه في سكند كورتكس وسموث اوت لاين اوف برين ايوه وشالو سيلفيان فيشر وفي ابنورمال سيستيك تشينج في سين ات بوس سب كورتيكال بيرفنتريكولار وفي مينيمال دايليتد فنتريكولار سيستم بس هي كده مظبوط صح مظبوط ونفس الوصف بس ايه مزود بيقول لك ممكن يكون معاها ايه يعني معاها باند هيتيروتوبيا نتيجه السكند كورتكس مش نتيجه السكند كورتكس غالبا معاها باش باند هي فعلا ليزنسيفالي بليزنسيفالي اسمها ايه ويز باند هيتيروتوبيا مع شوك غيره باك غيره وسكند كورتكس وايبر والحتت اللي انت وصفتيها وايت مطر فيها سيستيك تشينج ماشي اللي بعد دعاء دعاء التانية دكتور محمود بس دكتور محمود يا ترى النهاردة الأخبار إيه عندك في النت دكتور محمود أيوة سمع دعوة دكتور محمود تفضل يا باشا تفضل يا باشا ده سيتي برين وإم آر آي برين إم آر برين إم آر آي برين أهو تمام في سبب دايمال كده ليجنز في الفنتريكل وفي زي كيفان فيرج كده في ايه تاني فده كيفان فيرج كيفان فيرج دوت اه اسمه فيرج مش عارف انتوا ليه من النطق الانجليزي فيرجي اسمه كيفان فيرجي في كيفان بيبتير فرانسوز في كيفان سبتم بليوسيدام وفيرجي نايس تمام فده هيتيريتوبيا مثلا ده فين سبب من ضمان الديول دي مش كده في هيتيريتوبيا شكلها زي ايه بص لو بصيت زي جرين مطر شكلها زي جرين مطر ايوه مظبوط هنحط ديفرنشال هي فعلا سبب من ضمان جرين مطر هيتيريتوبيا بس نحط الديفرنشال احنا قلنا الحاجات اللي قلناها لو احنا مش متاكدين تكون كذا وكذا وكذا فاكرين احنا قلنا المره فاتت السبب من ضمان الديول ما هم ممكن يبقى هيتيريتوبيا او ممكن يبقى امرطومه مثلا او كده اللي هي بتاع النيوروفايبروماتوزيس
احنا قلنا المره فاتت دي فين؟ انت حضرتش المره فاتت؟ حضرتها. ما هو الهيتيروتوبيا والثانيه اللي بتاخد كونتراست. ايوه قلنا كذا واحده، ما احنا قلناهم المره فاتت بقى ذاكرهم، لا مش هعيدهم تاني. ممكن التيوبرس كمان تعمل كده. ايوه التيوبرس، بس دي بس دي عشان لونها زي الجري ماتر، فدي زي الجري ماتر. فده هيتيروتوبيا. ده هيتيروتوبيا. مش بس احنا قلنا دي فيش المره فاتت شرحناها بالتفصيل. طيب اللي بعدك معاها سكيزم كيفالي يا باشا، معاها قصدي كلوزد ليب. كلوزد ليب ليك ديه؟ ده صلصاي عادي يا دكتور محمد. طب معلش الحاله اللي هي بتاعه الانكيفالوي انكيفالايتس يا باشا، وكان كاتب انكيفالوباثي، فممكن تكون حاجه متابوليك. انكيفالايتس؟ لا 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 انكيفالايتس، هو في بعض الكتب بتتكلم عن انكيفالايتس انكيفالوباثي. ماشي يا باشا. مين اللي عليه الدور؟ دكتور ضامن. لا ثانيه يا باشا، احمد حجازي. احمد حجازي بقى باشا. قول لي يا احمد، يعني حاله سهله يا احمد، تاخد الحالات من دعاء انت يا باشا. لا مش عشان نبدا من الاول بس، والله احمد اول ايه اول واحد يعني بلديات بس. هنا يا باشا احنا عندنا هنا اكزيال في تي برين شونج، عندنا ديفيوز فوسيل كلاسيفيكيشن موجوده في الوايت مطر في السنترم سيمي اوفال، وفي عندنا ام ار اي تي 2 اكزيال وكرونال وساجيتال شونج، في عندنا كولبوكوفالي وعنده قد ايه الاول؟ عنده قد ايه؟ صغير طفل سنتين. هو السم اللي مشاور على الميد برين على البرين السم ده معناه حاجه قدامه ولا هو صغير؟ مالك ومال ما انا مش شايف. انت مش شايف؟ شايف صور مش واضحه عندك؟ صور صغير قوي انا بعملها بزومها يا باشا. وفي عندنا برومنت ابراجنوتي اس اف بيس و وابسنت كوربس كلوزم، ده ممكن يبقى بي في ال مثلا او تورشن انفكشن. ايه بي في ال يعني؟ بريفنتريكولا ليوكو اسمها ايه؟ ليوكو ماليش. ليوكو ماليش. طيب ايه تاني أو ممكن يبقى؟ او تورشن انفكشن. انفكشن ايه الانفكشن زي ايه؟ تورش. ماشي. ايه تاني؟ هو سندروم؟ لا مش سندروم. انت بتضحك علي. دي زلوجر يا باشا. بص يا احمد، لو انت تيجي توصف ده مايكروكيفالي طفل، يعني شوف راس الطفل صغيره ومعاه ديفيوز اتروفي، كل ده ديفيوز اتروفي بيرفدريكا هوت مايتر كالسيفيكيشن، ده سبيسيفيك لحاجه واحده يعني، ده الترش يعني، ده سبيسيفيك كالسيفيكيشن. هو عارف لو قلت ترش حضرتك ما ايوه ما انا عارف 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 قلت ترش، ما انا عارف عارف، بس برضه قلت المايكرو كيف المايكرو كيفاليك تشينجز، وفي الاتروفي شوف في الاتروفي فعلا الاكسيبيتال هورن اكتر من فرنتال هورن، بس هو عشان الصوره دي بس، برضه فرنتال هورن كبيره هنا ومعاه الاكس راكس سيسيف سبيس واسعه ماشي، فده يمشي الكالسيفيكيشن هو يحبزه انه اتروفي اكتر ماشي، فده برضو ايه مايكرو كيفالي وكورتيكال مالفورميشن برين كالسيفيكيشن، وفي الاخر برضو ايه طالع ايه هو التورش انفكشن ماشي. الليجن في ديستروفيك كالسيفيكيشن في الكورتيكال سب كورتيكال جانكشن مع ريدكشن في البرين بارينكيما سيكنس، وفي هايبوجينيس في الكوربس كالوزم واللارج سيسترنا ماجنا والبونز، وفي بونز هايبوبليزيا، يعني طفل ما نماش كويس واخد بالك، فجاله يا اما جاله غالبا يعني هو وجود الكالسيفيكيشن يخلينا نمشي مع الطرش اكتر، لكن ممكن يكون جاله كيفالايتس وبرده حصل له كده، وعنده فيتريكولوميجالي وعنده سيلفين فيشر لارج سبيس واسعه، كل الحاجات الاتروفي موجوده عنده، فهو ده بوست ايه بوست انفلاماتوري تشينجز غالبا بوست. يعني ايه سمبليفايد جايلر ماتر دي يا باشا؟ ايه سمبليفايد؟ سمبليفايد جايلر جايلر ماتر سي السي شو سمبليفايد جايلر سمبليفايد جايلر الباتر يعني سمبليفايد تحس ما فيهاش صلصاي ولا جايراي، كانها واحده بس ماشي؟ تمام ماشي سمبليفايد جايلر ماتر.
من الحالة دي. مين على الدور؟ دعاء باشا. أي يلا يا دعاء بسرعة قولي. حاضر. ده ايه طفل ولا ايه ولا عادي؟ ايه؟ طفل ولا الايج بتاعه ايه؟ طفل. لا انا بس حضرتك الايج. طفل إيه؟ طفل يا دعاء 7 سنين. ام ار اي كورونا الفاكس ده اللي صوتك يا دعاء. MRI كورونا الكات كورونا الكات T2 weighted image في منطقة في منطقة السلة ومنطقة الأوربكس ليه؟ الاوبتيك نيرف ماله في هايبر انتنسيتي في الاوبتيك نيرف لا ده سي سي في الحالي الاوبتيك نيرف عادي عشان مكبر الصوره بس برومينانت شويه اه برومينانت اه وحتى مش هقول لك على الليجن بصي يا دكتوره دعاء في حاجه هنا اسمها كيفام سيبتم بيليوسي ده ده سبت اوبتيك ديسبليزيا يا دكتور ما تصبري يا اسماء اصبري يا اسماء لسه يا اسماء وفي الاوبتيك كازما صغيره جدا الاوبتيك نيرف الرايت اصغر من الليفت الليفت اكبر سنا بصي لو بصيت كومباريزون يعني هي دي مش واضحه قوي لكن الاوبتيك كازما صغيره خالص في الابسنت كيفام سبتم بليوس فدي كلاسيك سبت اوبتيك ديسبليزيا بيبقى فيها 3 حاجات ماشي سبت كلاسيك سبت اوبتيك ديسبليزيا 7 سنين boy with vision and gross retardation. Coronal T2 show absent of septum pellucidum وفي hypoplastic optic chiasm وفي optic nerve looks يعني hypoplastic in comparison to the right ماشي؟ لو يعني هو through the orbit يعني صغير شوي لو انت تلاحظي يعني. لكن مش مشكلة بس هو أهم حاجة optic chiasm والكيف اب septum pellucidum. طيب العالي الدور تروح حنان اتفضل تروح حنان اعملي عمليه نسك وفضل حنان رئيس الاسم اجيب لك حالات كبيره تليق برئاسه الاسم قول يا حنان طيب يمكن مشغوله ولا حاجه دكتور حسين اتفضل دكتور حسين دكتور حسين ايوه باشا معاك بايلاترال اوبن ليب سكيزن كفل وايه تاني ماشي صح مع ايه تاني اللي تحت السجتال ده بالصبغه يا باشا محقون لا من غير صبغه يا حسين الليفت اي جلوب دي شكلها اسيمتري دي الاي لينس ودي ما فيهاش لينس بس ده اسيمتري ده الاي لينس ما فيش بص هنا لو بصيت هنا بص يا دكتور حسين الاوبتيك كازما صغير جدا اه في السيتال وفي الكورونال ماشي تمام الاوبتيك نيرف برضو صغيرين الاثنين وفي اركنويتسيس موجوده في الرايت ليفت تمبرال لوب كل دول برضو بايلاترال اوبن ليب سيفل ومعاهم سبت اوبتيك ديسبليزي تمام بس متهيألي في سبتم بلوستم هنا باشا ولا ايه؟ لا مفيش لان هو بس مش جايب لنا كورونا جايب سيجيتال تي 1 اللي انت قلت لي ده محقون برضو سبتم بلوستم مش باين بس هو بيبان في الكورونا الاحسن مش الكورونا اللي على منطقه فرنتال هو بس هو برضو قايل انه في اجينيسيز يا دكتور في كلبس كلوزا كلبس كلوزا ممكن يكون سيننج في سيننج في كلبس كلوزا هم كمان اسوشيشن مع بعض فده بايلاتر اوبر ليب مع ايه؟ سبت اوبتيك ديسبليز ماشي طب هو مشاور على ايه فور اوربت يا باشا؟ في الجلوب في الجلوب الاوبتيك نيرف صغيرين الاثنين اوبتيك نيرف دول صغيرين تمام سي اهم حاجه الكازما صغيره جدا فعلا في السيتال اهي وفي البتاع رضا وصلت ماشي فده اوبن ليب معاه ايه بايلاترال
بايلاترال اوبر ليبس كيفل ومعاه سيبتوبتال ديسبليسيا. محمد انت صلحت النت بتاعك ولا ايه ولا نعديك؟ محمد حافظ شكله برضو ما صلحش النت بتاعه. طيب بص هنا برضو لو بصينا هنقول الحالة دي بسرعة برضو سيبت جبت الدسبليزيا. طيب باشا دي فيها سيبتم بلوس ده واضح باشا اهو. فيها سيبتم بلوس ده هبسنت ولا مش موجود؟ لا موجود يا باشا موجود وفي كيفهم ده في كيفهم والأوبتك نير بالاثنين كويسين برضو. الأوبتك نير ده صغيرين لا صغيرين صغيرين برضو في هايبوبليزيا بس هو كيفهم 6 بليزيا. الأوبتك نير اثنين صغيرين وهنا برضو لو بصيت كربة صلوبهم صغير برضو. لو بصيت في السيتل حطيت لك سهم على ايه اللي حط عليه سهم ده هو الظريف يا باشا ان هو هنا حطت الاسهم على الحاجات واحنا برضو مش عارفين برضو مفيش فايدة في الامتحان احنا اصلا مش عارفين وهي مش عارفين هتبقى الدنيا عاملة ازاي بعد كده ان شاء الله خير. لا دي البتاع ده فيه اكتوبك معها اكتوبك هايبوفي بوستيريور بتويتري ماشي وفي لو بتكازمة برضو صغير هو كلها برضو دي سيبتو كوبتر ديسبليسي ماشي دي برضو تيبيكال ماشي يا ماجد يلا كلاسيك يا جماعه كله يعني بعد اذنكم لا عشان بس نحلط برضو السكريبتن بليس ده مش موجود اوبتيك كازما صغيره جدا الاوبتيك نيرف صغيرين جدا بس شايفين الاوبتيك نيرف صغيرين ازاي برضو ديسبت اوبتيك ديسبليزيا برضو كلاسيك ماشي وفي ابسنت اولفاكتوري معاها اولفاكتوري معاها ابسنت اولفاكتوري بالب اولفاكتوري بالب بيبدا اسوشيشن حبيبي معاها ماشي كلاسيك سيبت اوبتيك ديسبليزيا. طيب هنا البتاع موجود السيبتم بيلوس ده موجود بس لو بصيت في الاوبتيك كازما هتلاقي ناحيه كويسه وناحيه ايه ناحيه صغيره ومعها ايه تاني برضه اكتوبك برضو ايه تيبك بوستيريور بتويتر في واحد محلتين يا باشا بتهيألي لان في واحده ما فيهاش اولفاكتوري واحده فيها اولفاكتوري واحد صغير ايوه محله واحده ما هي دي اللي فيها بص اللي ما فيهاش دي الاوبتيك ما هي يونيلاترال دي يونيلاترال اوبتيك نيرف هايبوبليزيا في يونيلاترال مش بايلاترال يعني الناحيه الشمال كويسه الناحيه اليمين هي اللي فيها المشكله بيبقى معاها كل حاجه ومعها برضو ايه ال بس دي مش كبيره شويه يا باشا على الهوت سبوت كبيره كده تحسها يعني ضخمه السنة ده بنشوف كده ممكن تكون لايبوما بقى ولا حاجه سنه واحده دي شكلها لايبوما لان في هوت سبوت اصلا موجوده بالظبط في هوت سبوت تحتها اساسا دي مش كده لا دي شكلها لايبوما تحت جنب السهم جنب الفيديو دي دي ممكن تكون لايبوما فعلا ممكن تكون لايبوما هو يونيلاترال اوبتيك نيرف هايبوبليزيا في 3 سنين والسيبتيك اوبتيك ديسبليزيا كورونال تي 2 شو رايت اوبتيك كازما هايبوبليزيا اللي شفناها اللي هو تعرف ونورمال سيبتم بليوس ده قلنا نورمال اولسو رايت اوبتيك نير برضو صغير وابسنت والفاكتوري بالب برضو على الناحيه اللي فيها البتاع ده انديكيت بوس كلامان سندروم اسوشيشن نو الفاكتوري سيل ساي ار ايفيدنت ويت ار سيد فينتريكولار لايبوما دي لايبوما فعلا وفي سمول بسويتري جلاند سمول بسويتري جلاند اللي مشاور عليها تحت في الكوربس كلوزم لوكس نورمال ماشي كل الجروب دي تمشي مع الايه يونيلاترال سيبتوك تو ديسبيس دي حالة سهلة بس عايزين نوصف فيها. بص الابنورمال اللي على الناحية دي ودي نورمال بس هو جايب لك النورمال قبل الابنورمال عشان ازاي تعرف هو ماجد انت جاوبت يا ماجد انا تهت الصراحة ماجد يا باشا معاك لما طلع عبد الله قال انت عليك الدور صح؟ طب خلاص انت اللي طالب يا بقول يا ماجد ماشي يا باشا احنا عندنا ده ام ار اي عايز وصف ماشي اكزيال وسيجيتال كاتس تي 2 انا شايف ان بسم الله الرحمن الرحيم تمام ماشي يا باشا في عندنا انا شايف ان الشكل الميد برين كده اللي هو مولر توس مولر توس بيرانس اوف ذا ميد برين مظبوط تمام مولر توس بيرانس اوف ذا ميد برين والفورس فينتريك شكله زي راوندد كده يعني زي الامبريلا شيبت الونجيتد فورس فينتريك تمام امبريلا شيبت ماشي ايه تاني طبعا هو انا في الساجيتال البستور الفصه فيها يعني في زي سام سورت اوف فيرمين هايبوبليزيا
يبقى في الفيرمس في فيرمن هايبوبليزيا ماشي. بالتالي جوبرت سندروم. جوبرت سندروم بس ما يعني الوصف ناقص حاجه بس هو حاجه كويس تمام. فيرمن هايبوبليزيا وعندنا الامبريلا شيبد فورس فنتريكل والمولر توس ابيرنس في البرين. فضل حاجه كمان اللي هو الميد برين بيعمل حاجه مع السيربيلر بدانكل يا ميد. سيربيلر بدانكل. الونجيتد سوبير سيربيلر بدانكل. ايوه فين ده بشاور عليها كده يا ماجد الونجيتد سوبير. نعم باشا شاور لي على الونجيتد سوبير سيربيلر بدانكل. انا شايفه انا قصدي على السجدل يا باشا قصدي في السجدل. ايوه عني شاور عليه انا بس مش عارف اشتغل. ممكن حد يشغل باشا مش عارف يشغل بصراحه. تمام يا باشا تمام يا باشا ماشي. طب بص كده لو بصيت بص يا ماجد دي حاله نورمال قارن بيها شايف البتاع ده ال 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 شايف السيربيلر نفسه الاورينتيشن بتاع الصلصال دي تلاقيه هوريزونتالايزد لكن هنا لونجيتيودنال ماشي فبرضه دي علامه من علامات البتاع ده. هو شكل الفورس فينتريكل وشكل الميد برين البري اكودكت السي سي اف بتوسع لما بيحصل هو هي هي عباره عن ايه. طب الجوبرت ده عباره عن ايه بيبقى هاي نعم سيربيلر فيرمس في اتروفي سيربيلر في هايبوبليزيا يا باشا هايبوبليزيا هايبوبلاستيك سيربيلر فيرمس ماشي يبقى ده اسمه جوبرت سندروم ماشي 9 سنين جوبرت مولر تو سابيرس فورم بسيكن اندروجين سابيرس بتاني برومنت انتر بدرنكر الفصة برومنت كروسرودو مولر توس سيتال ديبكت الونجيتد فورس فينتريكل ويز هايبوبلاستيك سيريبيلر فيرمس كمباريز ويز نورمال تانية كانت نورمال تمام. دي برضو نفس الحالة هي برضو دي جوبرت سندروم ماشي. العينين بتوع جوبرت بيجي كلينيكال بايه حد يعرف بيجي يا باشا بيجي فيتس لا بس بيجي بديليد مايلستون مايلستون بالاساس بس مش عادي معاهم وكده عن فيتس بس دايما اللي انا بشوفهم كلهم بديليد مايلستون فعلا مش برضو تي عامل لك تي 1 جريدينت حلو قوي شايف لك المولر توس بينها لك والسيربيلر هوريزونتال اورينتد والفورس فينتريكل اللي عامل هو عامل ماجنيفيكيشن على حته على حته الجوبر برضو دي جوبرت سندروم ماشي. طيب اللي بعدك رمي مش طالع يعمل ايه عامل نفس الفكره رمي عالي رمي يعني دوت اكزيال ام ار اي برين تي 2 وتي 1 تي 1 جريدينت تي 1 جريدينت سلام الو ايوه سامعك قولي اتفضل الو ايوه سامعك يا دكتوره مي يا باشا النت عندها وحش دكتورة مين سمعنا؟ ايوه سامعك سامعك ايوه سامع انا كده في ابسن سبت بيلوزنا ماشي يا مي سمعتها مظبوط ايه تاني يا مي؟ في كمان و في مالتيبل الجايرايفيا ابنورمالتي شويه ايوه مالتيبل ازاي توصفيها توصفيها ازاي؟ توصفيها ازاي؟ فعلا الجايرايفيا فيها ابنورمالتي على الناحيه اللي حاطط لك عليها البوكس او السهم هي وايدند شويه يعني سكند الكورتكس سكند سكند اسمها نيومرس باك دي جايراي شالوا وشالوا شالوا صلصاي يبقى دي ايه البولي مايكرو جايرا ومعها ابسنت برافو عليك ابسنت ايه سبتمبر يوست تمام. اخر حاجه مصور لك على ايه بالسهم ده دي كورتيكال فين بروميننت نتيجه الحته اللي فيها سي سي اف كتير ففي كورتيكال فين بروميننت ماشي مش مشكله هي بوليوم باكر جايره زي ما قلت مظبوط تمام. يبقى تقولي في فوكال اريا في كلوزلي باكت نيومرس جايراي شالوا صلصال
associated with focal subcortical hematomatous atrophy and the large subarachnoid space abseptum septum bilioesodum في corrugated hematomatous junction في ال 3D MBGRE و prominent anomalous cortical vein في بتاعه والتشخيص كل بولي مايكروغير. ممكن فوكال كورتيكال ديسبليزيا ممكن صح ممكن فوكال كورتيكال ديسبليزيا ممكن يكون اي تاني ممكن باكي غير او فوكال كورتيكال ديسبليزيا ممكن اي حاجه فيهم والعين دول برضو بيجوا كلهم بيبيليبسي ماشي الحاله اللي بعدها ايه بص الحاله دي تحطها دكتور محمد القسط طيب قول عشان نحطها كذا ديفرنشال دياجنوز يلا دكتور محمد عشان نخلص عليكم السلام ام ار اي تي 2 اكزيال ساجيتال تي 1 كورونال تي 1 كورونال تي 1 جريديان و اي دي سي ماب تقريبا سي دي اي دي سي ماب ده جريديان مش دي جريديان دكتور محمد وده تي 1 جريديان ده جريديان العادي ده تي 1 جريديان وده تي 1 عادي وده تي 2 عادي abnormal bright abnormal bilateral symmetrical area of abnormal signal seen targeting both frontal lobe extending to the subcortical U fibers associated with relative loss of cortical sulci أو في برضه dilated lateral ventricle في abnormal shape of the loss of the normal belly pattern of the bones associated with abnormal shape of the fourth ventricle في abnormal signal موجودة في ال في periventricular gradient وفي T1 gradient في cerebellar hypoplasia وده حتى دي كالسيفيكيشن دي كالسيفيكيشن ممكن احطها ديفريش دياجنوز اي حاجه الحاله دي تنفع اي حاجه ممكن تنفع ايه يا دكتور يا في ايه في الكاتيجوري بتاعت cerebellar hypoplasia او وال وايت ماتر ديزيز برضك ممكن تنفع وايت ماتر ديزيز ديسمايلينيشن ديزيز ممكن تنفع اي تاني ما هي معانا برضك بوستيرو فوسا في لارج سيستيك لارج يعني سيستيك ليجن بوستيرو تو ذا سيربيلم ايوه الاتروفي في البونز بتاع ممكن حضرتك تنفع بتاع ده جاله برينيتال اسكيميا ممكن واي نوت او جاله بوست انكيفالايتس تنفع وتورش يا دكتور تورش تنفع اي حاجه تنفع ماشي الحاجه تنفع اي حاجه ماشي يعني كل الحاجات فيها ممكن الاتروفي ده جاي كذا والاتروفي بتاع البونز والبريفنتيكال ممكن جاي نتيجه انفكشن جانكيفالايتس اي حاجه تنفع ماشي يلا بس ده زد شد البرين ستيم يا دكتور عبد الله الايه البرين ستيم ده زد شد ماشي زد شد هو بيبقى ده نتيجه الاسكيميا بيبقى البريد ستيم بيبقى الصغير مفيش الكرش بتاعه البونز مش موجوده ال بيسموها زي بريجنانت وومن او زي البتاع ده مش موجوده فده غالبا بتشوفه مع الاسكيما ايه رطب التعليل عليه كده يا دكتور محمد بايلاترال فرونت برايت الباكي درايف ما هي تاني رايت وسنت البولي مايكرو دايرا ابسنت سبت البلوزم وسين كورباسكالوزم فرونت برايت الليكودستروفي وهايبو بلاستيك بونز سيريبلر فيرمس وز لارج سيريبلر سبيس كوميونيكيتنج وز فورس فينتريكل طب هي مش يا باشا سيريبلر يا باشا تمشي اي حاجه والحته البلومنج دي في الجريدينت دي كالسيفيكيشن تمشي اي حاجه على فكره تمشيش مش نادر معاها معاها يعني سيريبلر اسمه ايه ده بيسموه انسيت اسمه سيريبلر بونتاين هايبوبليزيا ده سيريبلر بونتاين هايبوبليزيا تمشي اي حاجه تمشي اصل هو ده يعني هو فيها هايبوبليزيا هو عندها ليكودستروفي برضه قايل ان عندها برضه ليكودستروفي فتمشي اي حاجه لو حطيت ديفيشن انا مشيها اي حاجه بصراحه كل حاجه تمشي معاها فيكشن تمشي ليكودستروفي تمشي بص كيفلايتس تمشي اي حاجه بس يا باشا ليكودستروفي ما بيحصلش معاها اطرف البون صح؟ ما انا عارف بس برضه ممكن يكون عنده ليكودستروفي وجاله انكيفلايتس اي حاجه كل حاجه تمشي معانا دكتور محمد الهجراسي
يلا دكتور محمد. ايوه يا باشا. في كرونال تي 2 واكزيال تي 2 برين و وده اكزيال تي 1. بص ده هو ده جريدينت، دايما شوف ده جريدينت، جريدينت تي 1 هو بيعمل كده. اسمي ام ماشي تمام يا باشا. اكزيال تي 1 بوست كونتراست وده من غير كده، وده تي 2. ده اعتقد الكورتكس ثيكند والريجولار وفي برضو وايت ماتر تشينجز برضو تمام هاي هاي تي 2 سيجنال صحيح تمام. مش عارف بقى ممكن تكون مع فكر كورتيكال ديسبليزيا مثلا، معها ايه، مع ليكودستروفي، معها ليكودستروفي ممكن وايه تاني، ممكن تكون ايه تاني صح. بس دايما الحاجات دي بتيجي مع بعض، مش لازم عين يبقى عنده كل حاجه واحده. وفي شويه زي بولي مايكرو جايره برضو كده في اللي هي الجريدينت التي 1 جريدينت اللي هي على اليمين دي كرونال بولي مايكرو جايره. مش عارف. بص برضو البرين ده سموث برضو يا محمد، شوف شوف الجايرس بينها وبين البتاع ده، يعني فيها يعني لايسين كيفالي باك ممكن تبقى انكمبليت لايسين سيفالي، وممكن تبقى في كورتيكال ديسبليزيا زي ما قلت. هي 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 ليكودستروفي معاها انكمبليت لايسين سيفالي، دايما لايسين سيفالي بيقول سموث برين، بس ده انكمبليت لانه التاني بيبقى كله حتت، لكن هنا في سيلفيان وفي واحده بس ورا ما فيش، فهي برضو ايه انكمبليت شكل الثمانيه انكمبليت لايسين سيفالي وايه ومعاها ليكودستروفي نعم الحاله دي فوزي يا باشا. قول يا فوزي. ايوه يا باشا اتفضل. انا شايف برضو ان في باكي جايريه وفي فنتريكو ميجالي. باكي جايريه، الجايريه دي في الشارع يا فوزي، باكي جايريه ماشي. في باكي جايريه او ايه تاني؟ سكند كورتكس مظبوط، سكند كورتكس لارجت فنتريكلز فنتريكل كبيره. في زي يعني هل ده فاند هيتروتوبيا ولا لا؟ بس مش شويه بريد اتروفي، وفي شويه في بريد ديفيوز برين اتروفي، وفي الكورتكس سكند زي ما تقول، وممكن في حتة تبص يا محمد كده، ممكن حتة تلاقي فيها بولي مايكرو جايريا. بص حضرتك مع السيكند كورتكس برضو في بولي مايكرو جايريا، ماشي، هي كلها على بعض بتبقى ديسبلاستيك فوكال كورتكس معها بولي مايكرو جايريا ومعها ايه الاتروفي برين ديفيوز برين اتروفي، ماشي، يعني انومالي فيها كذا حاجه، ماشي، وفيها ديفيوز اتروفي برضو في الام ار اي. الحاله دي سهله، حد يقولها عشان هندخل بعد كده في حالات صعبه جايه عايز اخلصها لكم. انا يا باشا اللي انا الدور. يلا قول يا محمد. طيب احنا عندنا هنا اكزيال تي 2 وتي 1 وتي 1 بوست كونترست وده اكزيال جريدينت. انا شايف ان في سمول في اريا كده فيها ابنورمال سيجنال انتنستي جاست اندر ذا كورتكس، يعني سب كورتيكال اريا of abnormal signal intensity T2 signal intensity موجودة في الليفت فرنتال لوب. في الليفت فرنتال كورت. والحتة دي مش واخدة contrast enhancement وفي الجريدينت مفيش برضو abnormal يعني signal، مفيش هيموريدج، مفيش فيها حاجة، فدي ممكن تمشي focal cortical dysplasia. وايه تاني؟ صح فوكال كورتيكال ديسبليزيا او تيبرس سكليروزس، وده الكورتيكال باترن بتاعه. بس التيبرس تبقاش تبقى بيضه قوي، التيبرس كورتيكال تيبرس هي فوكال كورتيكال ديسبليزيا او ايه تاني؟ ممكن دي بقى ممكن تكون اي كورتيكال ليجن، يعني اي كورتيكال بيزد ليجن يعني ممكن، بس هو طبعا في مثلا ممكن من الكورتيكال بيزد ليجنز بس ما يمشيش عشان الانهانسمنت اللي هو الجانجليو الجانجليو جلايوما. لا بستخدم انهانسمنت، مش واخد انهانسمنت، تاخد انهانسمنت ما تاخدش. هي في تيومرز، التيومرز اللي هي التيومر بيزد مش هتمشي، ممكن تيومر فاكتيف ام اس، بس برضه تيومر فاكتيف ام اس لا، طفل صغير اللو جريد جلايوما يا دكتور عبد الله برضه.
لا لا ما مش واخد انهانسمنت ده طفل صغير دينت ما هي اللو جريد برضه ما بتاخدش اللو جريد دينت بس الدينت لا لا بيبقى عامل لكم ميوت كلكم هي هي فوق الكورتيكا ديسبليزي بس ممكن تحط لها ايه تاني ممكن تبقى تروتوبيا تروتوبيا يا باشا تروتوبيا ممكن تكون هيبيتوبيا واي نوت ماشي هي هي فوق الكورتيكا ديسبليزي بس بتنفع تروتوبيا لو قلت تروتوبيا فوق الكورتيكا ديسبليزي بتخش ديفرنشال مع الدينت والكورتيكال تيوبرس من عارف الكورتيكال تيوبرس او اول هيتروتوبيا ماشي ماشي باشا وممكن ما تمشيش يا باشا برضه بس طبعا هي هي فوق الكورتيكا ديسبليزي صح ماشي بس انا بقول لك تحط ايه بس ما تحطش دماغك في حته واحده انا فكرت برضو في 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 ادم بس ادم يعني بعيد شويه لا ادم ده اصلي لا ده ليجن واحد وكله بسيط بس قط واحد برضو يعني سيمتريه بينه في حته تخينه في الكورتكس ما مش مش معانا بعد كده دكتور هبه بص انا هقول بس دي وبعد كده الحاله السهله هقولها هو انا لو سمحت يا دكتور الحاله بس اللي فاتت دي حضرتك لو ما كنتش معلم عليها احنا مش هناخد بالنا منها لا لا بص يا دكتوره باينه بص حضرتك هنا لو بصيتي الجري مطر هنا واقفه الهوايه مطر اهي شايف البتاع دي داخله ازاي الكورتكس او الكورتيكا ديسبليزيا او قلنا أو قلنا هيتروتوبيا شايف الجري مطر داخل لجوه لو قارنتيه بالناحيتين في التي تو لو عامل لك فلير يبان اكتر في الفلير بس انا حكي كانت عايزه فلير بصراحه كانت عايزه فلير يعني معلش ما فيش فلير بص الحاله دي برضو عيان مايكروكيفالي وفي برين اتروفي وفي برضو ايه الجايره الباترن تلاقيها ممسوحه ماشي اجايره اسمها باي فرنتال اجايري يعني الحته فرنتال لوب ما فيهاش ايه ما فيهاش جايراي ماشي فدي برضو ايه سمول سايزد هيد مايكروكيفالي ومع سين كورتكس ومع بايلاترال بص بتاع باي فرنتال اجايري ومع ايه سموث هويت مطر جانكشن بيتر ابريشيتد مش عارف ايه مش مهم عشان ندخل في حالات صعبة بقى خلاص يلا بقى مين على الدور مع الدكتور هبه بعد كده هندخل اخر 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 10 حالات سهلين ودول صعبين قربنا نخلص يلا دكتور هبه دكتور هبه انت ما انت اشتغل عندك في الوضع عامل عمليه نفسك في الضغط دكتور هبه وبعد اذنك دكتور هبه شكلها باشا لسه عندها مشكله طيب يا دكتور رانيا اتفضلي دكتور رانيا دوت سيتي بري بصي يا دكتوره رانيا بصي اللي فوق دول حاله واللي تحت حاله ماشي هو عايز توصف اللي فوق وصف اللي تحت مش مشكله مش تفرق ماشي عندنا سيتي كورونا فيو وبون ويندو شوينج ليفت سايدد انلارجمنت للجاجولار فورامن وذ ديستراكشن اوف ادجيسنت بون في يبقى في الـ في البون ويندو قلت حضرتك وايدنينج في الجاجولار فورم يبقى الاكسيال والكرونال ايمج في بيرميتيف ديستراكشن اند انلارجمنت في الجاجولار فورم بيرميتيف حاجه ايه يعني ايه عارفه انت بيرميشن عارفه يعني نوت ديفينيت نوت ديفينيت توغل يعني او مش نوت ديفينيت يعني مش عارفه ده بس برضو اب نورمال لو بصيتي هنا العظم هتلاقي كويس لكن هنا العظم هنا بيرميشن عامل سارح يعني مش في بيرميت في ايه ديستراكشن وفي انلارجمنت في الكاروتيد في قصدي في الجاجولار ايه فوريمن واخده الانفيريور اوربيتال ريم انفيريور اوربيتال فين اوربيتال هنا الماكسيلر اكسيلري انت دماغك راحت فيه في بصي بصي يا دكتوره في حضرتك المسترود ارسل اوباسيفايد وفي برضو هنا لو بصيتي حضرتك هتلاقي الليجن برضو داخل في حته البيتروماستويد برضو انفولفد كلها ماشي ممكن يكون ايه وده عيان تاني شبيه بس ما عامله سوفت تيشو بس هو مش مش هو نفس العيان ممكن ده تكون ايه ايه الديفرنشال دايجنوز في جلوموس جاجولير وايه تاني ممكن يكون ايه تاني في ديستراكتيف ليجن مالجننس يعني زي ايه زي مثلا اوينج او كوندر ساركوما اوينج اسمه ايوينج يا دكتور إيوينج. مش عارف خربك النقطه ده ايوينج ايوينج ماشي ايه تاني
ايه غير النيوبلاستيك؟ ايه ممكن يجي في الحته دي؟ ينفع انفلاماتوري؟ ينفع استيمولايتس. اه ينفع انفلاماتوري زي استيمولايتس. صح، برافو عليك. ماشي، عشان نفرق المفروض تعملي ايه حضرتك؟ هنعمل بس سوفت تيشو ويندو ونحن كونترست. ايوه نعمل سوفت، برافو عليك، نعمل سوفت تيشو ويندو ونحن كونترست. قولي اعتبري الحاله دي هي دي، عملنا سوفت تيشو ويندو وحالنا كونترست، ايه اللي زود عند حضرتك؟ ايه اللي زاد عندك؟ يعني زاد في هوموجينس دنس ماس ليجن سين ما بين الكاروتيد برانشز بتاع النتنا الكاروتيد والسينا كاروتيد والجاجولار. فدي ماشيه اكتر مع الجلومر جوجلين عشان انتنس انهانسنج. ماشي صح، برافو عليك. يبقى هي في برضو انهانسمنت، ولو بصينا احنا الانهانسمنت اكستندد للبوستيريو فاس. ماشي، البتاع بتاع الجاجولر هو مش هو جلومس يبقى بيرميتيف قوي كده يعني؟ جلومس يبقى ديستركتيف ليجن. ما هو ده ديستركتيف البلون ده، هو ما هو بيرميتيف ديستركتيف. يعني البتراس ايبكس ده يا باشا ده يمشي مع جلوموس؟ شكل البيتراس ايبكس عامل زي ما يكون انتريتد بحاجه زي بلازما سايتوما. ما انا عارف، ما هو انت ما تعرفش، بس لما حد سابق حل لك الحاجه في السكه دي. مظبوط، ما انا عارف، لو جالك البلون ده هتحط ديفرنشال كذا واحد، ممكن اي حاجه فيهم، لكن لما جيت حقنت بان في فاسكولار ليجن، والليجن ده ايه؟ في منطقه الجلوموس بودي، فده جلوموس جاكولاريس. ربنا يجاك اليوم. ماشي، لكن لو جالك بنوندو بس هتحط ديفرنشال كتير، لكن بعد ما حقنت هو ايه؟ هو جابوا لك بنوندو وبعد كده ايه؟ جابوا لك سوفت تيشو حقنه لك سبب. ماشي؟ ماشي. الحاله اللي بعدها هو نفس العيان، هو عملنا له ام ار اي. بص ده تي 1 من غير صبغه، وده تي 2، وده بوست كونتراست صبغه. هو نفس العيان اللي فات هو. ماشي؟ طيب جلوموس. جلوموس لسه هرهام هنجي لك الحاله بعدها. فده أوه. برضو جلوموس هو نفس العيان هو. ماشي؟ فالعيان ايه؟ الليف سايد اكزيال فاتسات مش عارف ايه. والتي 1 بوست كونتراست بوست شو سترونج تيومورال انهانس. ماشي؟ دي ممكن تكون جاجرو تمبانيكا يا دكتور عبد الله. بص هو اصل انت في الحاجات دي ولا نقول جاجولار وخلاص؟ التفريقه صعبه شويه هتبقى. ماشي، يعني بيبقى صعب انك تقول في الراديولوجي دي حاجه، لكن انت لو قلت جلوموس حلو قوي انك انت بس ما تنساش جلوموس تيومر. ماشي، يبقى ده ريهام. قول يا ريهام. ماشي، سيريبولو بانتاين انجل في ميس ايزو في تي 1 وهاي في تي 2. مظبوط، واخده كونتراست انهانسمنت. ليها تقريبا انترا كانريكولار اكستنشن، بس دي شكلها تريجيمنال شوانوما داخله على الجزئيه انجل انجل كده ولا؟ طب فين التريجيمنال يا دكتوره؟ في بوست ايه؟ مش حاسه انها بس احنا مش مصورين لك على الودن خالص، ما جابلكيش. بص الليجن اهو، بص يا حضرتك الليجن اهو، ليه جوه جزء بصير فصه، بس هو الكومبوننت بتاعه هنا. بص لما جينا حقنا ادي ده البصير فصه، وده الكومبوننت بتاعه الاي بي سنتر بتاعه موجود فين. شوفوا في السيتال باين ازاي. تمام، اوكي ماشي. شكلها اكوستيك شوانوما يعني ولا ايه؟ اكوستيك شوانوما، بس الاي بي سنتر بتاعه ايه؟ الاي بي سنتر بتاعه مش مصورين لك على الودن خالص، معناها بعيد عنه. ده مش مصور لك قبل الودن، انت الودن مش هنا، ده الودن فوق شويه، ده الاكسترنوديتري كانال يعني جزء منها، لكن الانتروديتري كانال فوق شويه، مش مصورين لك عندها خالص. ماشي، عاليه شويه اعلى من الليفل ده قطه او اتنين. تمام، يبقى هايبر جلوسال. ايه هايبر جلوسال؟ الهايبوجلوسال دي بتبقى موجوده فين وفين؟ ليها كرايتيريا الهايبوجلوسال. اكيد دكتور هيثم قالها. ها؟ هي شوانوما، بس انا مش عارفه صراحه هي السنتر بتاعها ايه. بص طب يا دكتور، ليها دامبل كونفجريشن. ما هي شوانوما ده بحد يكمل عليها، احب يزيدها حاجه عند الدكتوره.
ممكن تبقى جلوماس برضو يا دكتور عبد الله. اه جلوماس. طب ليه؟ ما هي هي اساسا طلع من الجاجولار فصة ولها اكستنشن بقى على الدوسيل الفصة. هي فعلا طلع ميلي في الجاجولار فصة في الجاجولار فوريما وجاجولار فصة واكستندنج للدوسيل الفصة ماشي. فالاي بي سنتر انا بقول لك الاي بي سنتر بتاعها موجود في الجاجولار فصة اكستندنج للدوسيل الفصة ماشي. لكن ده برضو جلوماس يا دكتوره برجان جلوما والله تمام برضو ليفت سايد جلوماس جاجولاريس برجان جلوما تمام. اللي بعد الدكتوره ريهام. شيماء. مين؟ ايوه شيماء اتفضلي يا شيماء. قربنا نخلص ما تقلقوش. ده كده سيتي اكزيال وسيرجري كونستراكشن ويز كونتراست. ويز كونتراست اكزيال وسيتال وكورونا ريكونستراكشن. هنا في برضو كاروتيد سبيس ويل ديفايند ليجن. ليه قلت في الكاروتيد سبيس؟ هو هو زي كاروتيد ناترال. بص ادي الكاروتيد اهو ده الجاجولار. يبقى في يبقى في فيفيدلي انهانسد ليجن موجود في الليفت سايد اوف ذا نيك ات ذا ريجن اوف ذا ايه ازا كده الكاروتيد سبيس ات ذا ريجن اوف ذا كاروتيد سبيس كاروتيد سبيس. ايه الليجن ده باين ايه في السجيتر؟ هنا باين في السجيتر ويل ديفايند اوبلونج. ايوه هو ابدلي انهانسينج وعامل كومبليشن. انا مش عامل سلينج. هو الحاجات الانهانسينج في المكان ده يا اما الجلوماس يدخل مع ديفرنشال شوانوما. الشوانوما وايه تاني؟ ممكن الشوانوما تبقى طالعه منين ده يا دكتوره؟ من فيجاس. من فيجاس صح. وايه تاني يدخل بقى؟ يولتي يولتي اول كلمه صح. يا اما انيوريزم مثلا طالعه من الكاروتيد او ايوه كاروتيد. انا بودي تشوفها اسمه في ليه سبيسيفيك كرايتيريا كاروتيد بيبقى فيه اسمها سولت اند بيبر ابيرنس. سولت اند بيبر اللي هي الكاروتيد بودي تيومر اهي. ادي السولت ما شفتهاش ليه؟ طيب انت دلوقتي قاعد سولت ده مش سولت وبيبر ده مش عاجبك؟ ايوه لا تمام. طب هو تاكليش ملح بال... تاكليش ملح بال... ده برافارينجل ولا كاروتيد سبيس؟ هي بص دي في الكاروتيد سبيس يعتبر لانه بص واحنا كده كل حاجه مش بره. ما هقول لك لما انت لو بصيت في السيجتر هنبينها لك. ده جزء كونتينوس مع الكاروتيد ده شايفها. في برضو البيبر سولت ابيرنس ماشي. السيجتر بينها حلو قوي. فانت حط ديفرنشال قول له ده ممكن كاروتيد تيومر ممكن زي هي قالت صح الفيجاس برجانجليوما. لكن لكن في السيجتر لا ده فاسكولار ليجن ماشي. في السيجتر اللي هي لو السيجتر كنا نقول كذا حاجه. يعني انت تقول لي ممكن ليجن مش طالع على الكاروتيد ده هو دي الجاجولار هتقول لي كده انت ماشي. لكن بص في السيجتر تمام يا باشا كونتينوس مع الكاروتيد. فده كاروتيد بودي تيومر. بس هي زي ما قالت ممكن نحط برجانجليوما ممكن نحط البتاع ده اسمها ايه ده اللي بتطلع من الفيجاس نيرف سبيسيفيك لان الفيجاس نيرف بيبقى ماشي. معلش يا دكتور عبد الله في حاجه بس عند البايفوركيشن بتاع الكاروتيد. اتفضل يا باشا. الكاروتيد بودي تيومر بيجي عند البايفوركيشن فبيعمل سبلاينج للانترنال كاروتيد ارتري. دي حاجه مهمه جدا ليه يعمل سبلاينج سبلاينج ليه يعني يبعدهم عن بعض بين الانترنال والاكسترنال يجي ما بينهم معامل سبلاينج في السيت. دي مهمه جدا بس برضه مش 100% يعني مش 100% يعني بس دي ديزاين بتاخدها كاروتيد بودي تيومر بتفرقها من الشوانوما. والبيبر سولت ابيرس برضه ديزاين لكن مش كل حاجه ماشي. الشوانوما بقى بتزقهم هما الاثنين في اتجاه واحد. الشوانوما بتزقهم هما الاثنين مظبوط. هي كاركترستيك السبلينج اللي بقول لك عليه ماشي. فدي كاروتيد بودي كاروتيد بودي تيومر ماشي. السولت بيبر ابيرس اوكي ماشي. معانا دلوقتي دكتور محمود. اتفضل دكتور محمود. سيتي برين برضو سكال بيز يعني تمام. في
ده ويز كونتراست وفي ام ار اي تمام مرات وان ويز كونتراست دي وان ويز كونتراست برضه شكل فيه ماس ليجن على الميسنتر بتاعها على الليفت بيتراس ايبكس مظبوط تمام و واخده هوموجينس انهانسمنت تمام تنس انهانس افيد انهانسمنت افيد انهانس هي دي برضو على الجاجولر فورامن ولا الاي بي سنتر بتاعها موجوده في الجاجولر فورامن واكستندنج ورا للايه البونتو سيريبيلر انجل جونكشن بونتو سيريبيلر بص شوف الانهانسمنت لو انت بصيت ساعتك ادي الانهانسمنت بتاع الفاسكوليتشر الناحيه اليمين النورمال زي الشمال بالظبط الحاجه بتلاقي انهانسمنت زي بعض غالبا بيبقى غالبا نفس الليجن يبقى طالعين من بعض فدي فاسكولار ليجن برضو دي جاجلو تمبانيك جلوماس برضو جلوماس جلوما لا جلوما يا جاجلو تمبانيك جلوماس ماشي ماشي اي نوع منه ماشي او جاجلو تمبانيك جلوما ماشي سنة ما فيش اي تكسير يا باشا في العضل ما فيش تكسير ممكن في وايدنينج بس هو مش عامل بنوند بس هو غالبا ما فيش تكسير فعلا مش فاهم يا باشا يعني البرانجليوم قصدي سوري لا مش لا البرانجليوم يعني هي الجاجولار ده بيحصل بعد كده سكالوبنج عادي للبون برضو سكالوبنج بعد كده يتكسر هي البتاع ده بيبقى طالع منين التيومر ده بيبقى طالع من السيمباثيتك تشين او الجانجلي اللي حوالين الجاجولار ماشي ففي الاول ما يكسرش العظم بعد كده لما بيكبر بيكسر العظم ده برضو نفس الكلام برضو في ليجن موجود هنا الاي بي سنتر بتاعه موجود فين جاجولار فوس تي 2 باين برضو هايبر انتنس لما حقنا سابقا خد انهانسمنت زيه زي الناحيه الشمال برضو ده عباره عن ايه جاجولار برضو جلوماس جاجولار برضو نفس الكلام ماشي بس ده مكسر شويه في العظم جاهز ايه يا باشا اتفضل يا باشا عندنا نورنا يا باشا عندنا هنا عشان اجيال دي اند بوست كونتراست وزنيك شوينج عندنا ويل ديفايند سوتوت شوليجن موجود سبلينج البوس كروتيد برانشز ذا ليجن شوينج هوموجينس انتنس انهانسمنت ان بوس كونتراست ستادي احط اول حاجه كروتيد بودي ممكن احط ان هو ممكن يبقى شوانوما برضه هنا مظبوط هي الليفت سايد كروتيد باراجانجليوم ماشي دي باراجانجليوم في الليفت كروتيد بودي برضه نفس الكلام سي تي والـ MRI في الانهانس بتاعهم واخده في الانهانس كده خلصنا ندخل حالات سهله يلا دي سريعا سريعا بنقول كلمه كلمه بسرعه اسماء قربنا نخلص يا جماعه يعني بس ربع ساعه نخلص ربع ساعه قولي يا سلام اكس ري سكول اي بي اند لاترال فيو شوز نقول سوفت تيشو سبولينج انا شايفه ان في اوفر او مولدنج للسكول بون ايوه او في مع اسوشيتد سوفت تيشو سبولينج في البوستيرور باريتال ريجن ممكن تكون دي بقى يا اما اتفاد هيماتوما يا اما مثلا هو بيبي يعني شكله الماتور يعني ماتور هو ايه تاني اسمه بس كفاد هيماتوما او سبجريال كوليكشن او كفاد هيماتوما صح صح برافو عليك بس هي اللي حبذا كفاد هيماتوما نتيجة البون اللي تحتها هي فعلا كفاد هيماتوما ماشي طيب اللي بعدك اسماء دعاء جابر ايوه هو شري سكال يا دكتور ده لاترال سكال اكسريف ذا سكال لاترال كورتيكال كالسيفيكيشن كونسيستنت ويز الجايراي اوف برايت اوكسيبيتال ريجون دي تمشي مع الستيرج ويبر سندروم مظبوط زي شكلها زي عامل زي ايه
اسمها فاكر تريم لاين اسمه ترام مش تريم ترام شو لك الترام بتاع اسكندرية ترام تراك كالسيفيكيشن دي كاركترستيك لمين للسيرجي ويبر ديزيز فعلا صح برافو ما اللي بعدك يا بص الحالات دي كان زمان بتجيبها الدكتورة ميرفت شفيق الحمد لله بطلت تيجي فانا مش معلق يعني ايه مش مكتر منها كتير بس زمان ميرفت شفيق كانت هريانة الحالات دي مين عليه الدور جوزها توفى يا باشا الله يرحمه الاسبوع اللي فات الدكتور مختار جمعة الله يرحمه راجل محترم خالص الله يرحمه يا ستي كويسة ما فيش حاجة والله بس جيب لنا حالات احنا ما كناش ابو الريش اصله كله شغلهم بدياتري فهي بتجيب على حسب الحالات اللي بتشوفها ده بيدي جران مانشوينج اسكلروزس كريستال فيز ايه بيبي جرام ماشي شون دي سكلروسس في المسكال بيز وفي الفيمراي والبوست مراي في سكلروسس بارد كده البوست فيمر فيه مشكلة كده ماشي مع الاوستيوبتروزيس ساوس اوستيوبتروز هي بصي يا دكتور ضايس الحاجات دي تبقى اريا الديسبليزيا هي اصل الديسبليزيا بيبقى شوف دي عامله زي ايد التليفون الفيمر زي عظم التليفون اسمها سناتوتروفيك دوارفيزم يعني نوع من الديسبليزيا ماشي ادي شكلها هنا اهو بصي شايفه الفيمر عامله زي نوع من الاكوندروبليزيا صح نوع من ال... يعني ديسبليزيا كلها الاكوندروبليزيا منها ليتل تايب اوف ديسبليزيا بصي عامله زي ايد فاكره التليفون بتاع البيت القديم زمان مش عارف انتوا لحقت التليفونات القديمه ولحقتوها اسمها سناتوتروفيك دوارفيزم تليفون ريسيفر ابييرنس اوف بوس فيمر البوس فيمر بيعرفوها بكده عامله زي ايد التليفون تليفون العمده زمان اللي كان ماشي فكان شكل ايد التليفون كده فده اسمه سناتوتروفيك دوارفيزم ماشي كان زمان دكتور جاب لنا الحاجات المقرفه دي يلا الحمد لله ارديه الدكتور حنان الدكتور حسين وورمن بوني باشا وورمن بوني ما هي تاني يمالت وورمن بوني في الاسكالو ايه تاني تبقى موجودة فين طب الور من بين دي احسن أوست جينيس امبرفكتا وحاجة تانية ايه التانية بقى عايزين التانية بيكنو كيدو كنين ديستوز بيكنو ديستوز في الكليدو كرينال ديستوز كرينال كرينال ديسبليزيا كليدو كرينال ديستوز كليدو كرينال ديسبليزيا الكلافيكل بس انا مش شايف الهم بس انا مش شايف الهم من بون شايف من بون ايه في السوتشر الواسع ده اللي ورا ده شاور لي عليه مدحت حسين ايوه يا باشا بالظبط امال هي باشا المفروض ورا شويه ورا الخط شويه ورا الخط ده كله ده ورا من بو ريهام يا باشا متشكرين يا دكتور ريهام هو ده الجروينج سكال فراكشر يا دكتور عبد الله ولا حاجه تانية لا جروينج ده حاجه تانية لا جروينج ده قصة تانية بس هي مش باينة يا باشا والله انا مش المفروض نشوف ده نشوف اللاين بتاع يعني نشوف سمول بونز جوه السوتشر ما دي هو يا باشا الجرونج سكال فراكشر ده دكتور هجراسي تمام اللي هو لما العظم يتكسر وبعدين يطلع شويه من المننجيز من البرين يطلع بروترود لبره فما بيخلوش العظم يلحم على بعض فكان الفراكشر كل ما يروح بيكبر العظم بيطلع لبره والاسم الثاني ليبتو مننجال سيست ليبتو مننجال سيست نفس الاسم انما الورميان بون ده بيبقى اما تيور كالسيفيكيشن او بون فورميشن كده في مكان السوتشرز مكان السوتشر مظبوط اللي هو ده ممكن تكون الصوره مش باينه عندنا يعني على فكره الصوره مش باينه عندي مش شايف ايه وما انا شايف سواد ده انا شايف السواد دي برضو انا برضو شايف السواد عشان النت بس لايف شويه
انا شايف عندي سواد بس يا كبير. مش في كليدو كرينيا الديسبليزيا المفروض بيبقى فيه ابسنت كلافيكل؟ ما احنا مش جايبين الكلافيكل. ما انا قصدي ان احنا جايبين السكال بس. لو ما فيش الصوره ما يجي اخر حاجه يلا عشان ايه اخر حاله بتقول يا محمد ماجد يا باشا. ايه يا باشا مع حضرتك يا باشا. قول يا باشا في عندنا في وايد في الدوبل. نعم سكالكس ري دي. ماشي سكالكس ري شوينج في ثيكند كالفيريال بون ومعنا وايدنينج في الدوبلوك سبيس مظبوط وفي هيرين ابيرنس. ايوه الديفرنشال دي تحط فيها كذا ديفرنشال. اول حاجه نحط فيها كرونيك روماتيك انيميا. مظبوط. ايه تاني؟ كل انواعها سواء سواء بكل انواعها السلاسيميا والسيكل سيل يعني سيكل سيل. مظبوط. ايه تاني؟ ده بالنسبه للكرونيك روماتيك انيميا ممكن انا فاكر احنا قلناها مره كنا حد يقول طب غيره. طيب سوتشر كلوز دي ايش دكتور؟ سوتشر كلوز دي اللي هي كرينيو ستينوزس. مش عارف سن العيانه قد ايه. انا ممكن يا باشا يكون هايبر بارا بس الهايبر بارا ما بتعمل سلطان تبيبر. لا ما بتعملش نفس المنظر ما بتعملش بس هايبر بارا. قول يا محمد يا فوزي انمي ده بتاعت النيوروبلاستوما ده المنظر بتاع الهيرون انت يعملوا الهيموليتيك انيميا ولا النيوروبلاستوما متاستس. وايه تاني ممكن يا باشا نروح الايرن افيشنس يعني النيوروبلاستوما تعمله. ايوه مظبوط. والايرن فيروسايتوزيس اي حاجه في حاجه كمان هم ثلاثه في حاجه كمان في حاجه اخر واحده وهي الحاله دي اللي ثلاثه هم ثلاثه جي 6 ريديت افيشنس الاوستيوبتروزس. الاوستيوبتروزس ايوه وهي دي حاله الاوستيوبتروز. بس بصراحه باشا يعني ماشي لسه في حاله ثانيه معلش انا اسف لسه كمان حاله ثانيه ايه ايه السبب بتاعها. الاوستيوبتروز بتعمل برضه هيرن دابيرس بقى راي يا محمد بتعمل هيرن دابيرس ماشي. طيب الحاله دي يا باشا ده شكله مش بني ادم ده ولا عم زي الايرد بجد والله فعلا شكله مش بني ادم ولا مش عارف والله مش عارف بني ادم والله طفل ده ممكن يكون كفايه سكليروزس في الفيشال والفيشال بون. وفي سندروم باسم الحاجه دي بس اسمه ايه بقى؟ هايبرسترينيو كان قالوا مره ايه كان اسمه باين تقريبا كرينيو ديونتيزز اوسيه. لا مش هو اسمه كرينيو ميتافيزيال ديسبليزيا. نوع من الديسبليزيا برضه دي حالات كرينيو ميتافيزيال ديسبليزيا ماشي ماشي حالات الدكتور. لا كده سواد يا باشا كده سواد كده اسود غامق هو كان في الاول اسود فاتح. طب هي معلش يا دكتور عبد الله لو حضرتك او اي حد من الزملاء بس يوضح الفرق ما بين الكافي ديزيز والميلوروستوزيس الاثنين بيبقى فيهم كورتيكال هايبر اوستيوزيس. ايه الفرق يا باشا بين ايه الكافي والميلوروستوزيس؟ اسمه كافي ديزيز. كافي قول يا فوزي. كافي ده اللي قبل 6 شهور زي ايه يا باشا؟ كاندل واكس في ال كاندل واكس ابيرنس. دكتور عبرت قدامي كده السؤال معلش انا ما سمعتوش اللي هي الميلوروستوزيس والانفانتايل كورتيكال هايبرستوزيس اللي هي الكافي ديزيز. اعتقد الايدج بتاعه من وبعدين ده بيحصل له سبونتانوس هيلينج وبقى 6 شهور وال الميلوروستوزيس الكاندل واكس بتاع الكاندل واكس الميلوروستوزيس الميلوروستوزيس بيبقى اكتر حاجه اندوستيال اما الكافي ديزيز بيبقى كورتيكال وبريوستيال. لا وبرضه الكافيين بيبقى سيمتريكال هايبر اوزيوزيس انما الميلوروستوزيس بيبقى على وان سايد. بص الحاله دي برضه نفس اللي فات. تمام شكرا جزيلا. كرينيو ميتافيزيال ديسبليزيا ومعاها ايه؟ معاها مانديبولار سبير تحت بس دي كرينيو ميتافيزيال ديسبليزيا. مش هتجي لكم حالات الدكتوره ميرفت الواد ده من الفراعنه ده ولا ايه؟ من الفراعنه بطلت تجيب الحالات دي الدكتوره ميرفت ما بنشتغلش كده يا باشا مش هنعرف ننام بالليل هيطلع لنا في الاحلام. ماشي المفروض دكاتره البنات ما يبصوش للصور دي يا باشا.
بس برضه بسيط زيهم. ما يخالف زيهم. لا لا. بص اللي هنا لو بصيت فيه دوسيشن بتوين سكال بون مع الفيس. فدي اسمها نوع يعني بتبقى كذا حاجه من ضمنهم الاكوندروبليزيا والحاجات دي برضو بتعمل ايه الاكوندروبليزيا تلاقي المفروض يبقى حجم الفيشر بون 30%. ايوه لا في ديسبروبورشن انا مش فاكر الرقم ال 40 ل 60 او حاجه زي كده لكن دي بيبقى في كرينيو فيشيال ديسبليز بيبقى مع براكيسيفالي ومع فرانتال بوسنج والسمول نزل بون وفي بتاع ده اسمها كوندروبليزيا ماشي برضو دي من الحالات الديه الحاله دي ديه ديه محمد الاسم بين حالتين دي لانجرهانس الهيستوسايتوزيس ايوه بيفيلد ايتش بيفيلد ايتش برافو عليك تورد يا دكتور شكل الاسكال ابدورم لا لا عشان العين بس مش جايبينه على الفيس احنا مركزين على الحته دي يا دكتور يعني فعلا زيرو في الجرانيوم او لانجر هانز زي ما قلت لك الدكتوره بيفيلد شيت اخر حاله منجيوبريسايتوما متاستاسيس لا غير بس دي شكلها حاجه بناين مارجن بتاعها بناين ايه هيمنجيوما انهي اسم ايه نوع في الهيمنجيوما الطفل اللي تيجي فيه انفانتايل او كونجنتال ما هي كونجنتال انفانتايل على حسب الهيستوري يعني لو هي بعد ولادتها بس مكانها انترا اوسيوس انترا اوسيوس انترا هيمنجيوما انترا اوسيوس هيمنجيوما يعني احيانا من جوه في سكالب تيجي انترا اوسيوس سرير هي شو بس هي شكلها باشا باشا بس الكالفيريا البون ثيكند كده يا باشا وترابيكوليتد بس ان هو مش بس لوكاليزد ويل ديفايند يعني عارف لو ديفيوز كنا قلنا اي حاجه من البون لكن فهي دي هي من جوه كده اخر حاله في حد عايز شكرا لحضرتك شكرا يا